السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، حبايب قلبي المحترمين، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وعافية. حبايب قلبي، أهلا بيك في مراجعة جديدة من مراجعات ليالي الامتحان على صفحة اليوم السابع. طبعا اليوم السابع يا جماعة كنا تواصلنا معاهم وقلنا ان احنا نعمل مراجعة لحضرتك كده طيبة ان شاء الله، نسأل ربنا سبحانه وتعالى كده ان هو يكتب لك فيها حبيبي السداد والتوفيق. فنبدأ كده بسم الله، وبإذن الله إن شاء الله كده يا جماعة تعود عليكم إن شاء الله هذه المراجعة بالفايدة. المراجعة بتاعتنا يا جماعة عبارة عن نموذج محاكاة للامتحان بإذن الله، بسيط جدا، وبإذن الله يا جماعة الامتحان مش هيكون مبالغ فيه ولا حاجة، اطمئن. أهم حاجة بس زي ما احنا بنقول دايما، حل بهدوء وركز واحدة واحدة، إن شاء الله هتلاقي كل المعلومات موجودة عندك. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول المحلول المائي من هيدروكسيد الأمونيوم يحتوي على نقط. طب تعالى نمشي واحدة واحدة. هيدروكسيد الأمونيوم طلابنا المحترمين معروف عنه أنه قلوي أو إلكترولايت ضعيف. يبقى أنت أولا بتتكلم عن قلوي ضعيف. طب حبيبي واحدة واحدة، إيه معنى كلمة ضعيف؟ قال لي والله ضعيف يعني غير تام التأين. طب ويعني إيه غير تام التأين؟ يعني هيحتوي المحلول على حالتين متعاكستين، الحالة المتأينة والحالة غير المتأينة. يبقى يلا نشتغل مع بعض. يبقى أنت معاك محلول هيدروكسيد امونيوم اهو، صح، حطيناه في المية، يبقى التأين بتاعه مبدئيا تأين غير تام. يبقى انت هيكون عندك في الوسط ده لما هيتفك جزء منه هيدينا ايونات NH4 الموجبة وايونات OH السالبة، وطبعا عندنا جزيئات NH4OH اللي ما تأينتش. واوعى تنسى بقى كمان ان الوسط بيكون فيه ايونات الهيدرينيوم من المية. يبقى الوسط هيكون فيه جزيئات هيدروكسيد امونيوم، صح، الجزء اللي ما تأينش، ايونات هيدروكسيد، صح، ايونات هيدرينيوم، صح، ايونات امونيوم، صح، ولا هيكون فيه جزيئات وامونيوم واو اتش وما فيهوش هيدرينيوم، ولا امونيوم موجب واو اتش سالب، ولا هيدرينيوم واو اتش؟ طبعا يا جماعه الوسط هيحتوي على كل ده، بس طبعا بما انه وسط قلوي يا حبايب قلبي هيكون تركيز الـ OH السالب أكبر من تركيز أيون الهيدرينيوم الموجب. اوعى تنسى إن إحنا أكدنا قبل كده إن مفيش حاجة اسمها وسط مفهوش هيدرينيوم أو هيدروكسيد، هما الاتنين بيكونوا موجودين، ولكن لو كان الـ OH أكتر من الـ H يبقى الوسط قلوي، ولو كان أيون الهيدرينيوم أكبر من الـ OH يبقى حامضي، أما لو هما الاتنين تساوي يبقى الوسط متعادل. السؤال اللي بعد كده شباب بيقول لك عند إضافة محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضة، اوعى تنسى يا جماعة أن برمنجانات البوتاسيوم المحمضة هي عبارة عن مادة مؤكسدة، يعني هي يحصل لها اختزال. كمل. إلى محلول كبريتات حديد 2 فإن المعادلة المعبرة عن تفاعل الأكسدة والاختزال. مبدئيا يبقى الحديد هيحصل له، حديد 2 هيحصل له عملية أكسدة يتحول لحديد 3، بينما المنجنيز هيحصل له عملية اختزال. يلا، حديد 2 يتحول لحديد 3، صح، والمنجنيز يتحول لمنجنيز 2، بس احنا عندنا مشكلة، لازم يبقى عدد الالكترونات المفقودة بيساوي عدد الالكترونات المكتسبة. فحبيب قلبي لو بص هنا هيلاقي ان الاف اي عشان تتحول لاف اي، اف اي موجب 2 عشان تتحول لاف اي موجب 3، هيلاقي ان عدد الالكترونات المفقودة الكترون، بينما هنا ام ان او 4 عشان تتحول لام ان 2 ام ان موجب 2، اولا في كارثة، المعادلة مش موزونة. ليه؟ هنا ام ان واحدة خرجت 2 ام ان، ده دي اول حاجة. ثانيا الام ان هنا موجب 7، عشان يبقى موجب 2 فقط 5 الكترونات، تمام كده، اسف، اكتسب 5 الكترونات. طب اذا كان المفقود الكترون واحد يبقى المكتسب 5 الكترونات ازاي؟ تبقى دي غلط، لان عدد المفقود مش قد عدد المكتسب. تعالى كمان مره، 6 اف اي يتحولوا ل 6 اف اي موجب 3، ال 6 اف اي موجب 2 وهما بيتحولوا ل 6 اف اي موجب 3، كل واحده اف اي فقدت الكترون، يعني احنا ال 6 فقدنا 6 الكترونات. تعالى بقى، ايه ده، داخل منجنيز خارج كروم، جديده دي والله يا جماعه في الكيمياء، انا اول مره اشوف منجنيز ايون منجنيز يخش موجب 7 يخرج كروم موجب 3. طبعا يا جماعه ده تهريج، المنجنيز يخرج منجنيز. اللي بعدها اف اي موجب 2 بقى اف اي موجب 3، صح، ايه اللي جاب الثاني كرومات؟ انا مستخدم برمنجانات، يبقى دي كمان غلط. امال فين الصح؟ اصبر بس، 10 اف اي موجب 2 بقوا 10 اف اي موجب 3. طب مبدئيا العمليه دي عمليه اكسده، خرج فيها كام الكترون؟ 10 مول من الالكترون، لان كل واحده اف اي موجب 2 اهي، بص تخيل اهو، كل اف اي موجب 2 عشان تروح تتحول لاف اي موجب 3 بتفقد الكترون.
طب حضرتك احنا كان عندنا 10 من اف اي موجب 2 خرجوا 10 اف اي موجب 3، يبقى المفقود اثناء هذه العمليه 10 مول من الالكترونات. تمام؟ قال لي تمام. تعالى لي بقى معانا هنا 2 برمنجانات خرجوا 2 منجنيز بالراحه، الام ان هنا عدد تاكسده كام؟ اللي هيمسك قلمه معايا ويبدا يحسب عدد تاكسد المنجنيز في البرمنجانات، الام ان هي كلها او 4 بسالب 1. يلا معايا، يبقى سالب 1 شحنه المجموعه بتساوي المنجنيز مجهول زائد 4 او 4 في الاول واحده حبايب قلبي بسالب 2، 4 في سالب 2 سالب 8 تروح الناحيه الثانيه ب 8 ناقص 1 ب 7، يبقى عدد تاكسد المنجنيز هنا موجب 7. خرج بره المنجنيز بموجب 2، ثواني، يبقى الام ان وهو جاي من موجب 7 لموجب 2 بيكتسب 5 مول الكترون. طب انت معاك واحده منجنيز ولا 2 منجنيز؟ لا 2، اولا هي 2 ام ان خرجوا 2 ام ان. مش بس كده، لما يبقى عندك 2 مول من ايونات المنجنيز موجب 7 ويتحولوا ل 2 مول من ايونات المنجنيز موجب 2، انا بثبت لك انها صح لحد الاخر اهي، مش كل واحده منجنيز بتاخد 5 مول من الالكترونات، 5 الكترون يعني؟ قال لي اه. قلت له يبقى ال 2 مول من المنجنيز هياخدوا 10 مول الكترونات. اه يبقى كده اتوزنت فعلا، لان المفقود كان 10 الكترون وهنا المكتسب 10 الكترونات، وبالتالي دي المعادله الصحيحه الموزونه. يبقى الاختيار الصح عندنا يا جماعه هو الاختيار رقم د. يبقى المعادله المعبره عن تفاعل الاكسده والاختزال تعبيرا صحيحا هي المعادله رقم د، الاف اي 10 اف اي يتحولوا ل 10 اف اي موجب 3، ده بيتم فيه فقد 10 مول من الالكترونات، و2 برمنجانات يتحولوا ل2 منجنيز موجب 2، ده بيتم فيه اكتساب 10 مول من الالكترونات. اللي بعده، قطعة من عنصر X تم تغطيتها بطبقة من عنصر Y، فإذا علمت أن جهد أكسدة X هو جهد أكسدة Y هو. بالراحة حبيب قلبي، جهد أكسدة X بيقول لك 2.375 من ألف فولت، وجهد أكسدة Y 407 من ألف فولت. حبيب قلبي الجميل أم قايل لي بص يا مستر بكل هدوء كده، يبقى دي X وادي Y، X أنشط من Y. عرفت منين حبيب قلبي؟ قلل ان اكس هو الاعلى في جهد التاكسد، والاعلى في جهد التاكسد هو العنصر المتقدم في السلسله. اتفضل حضرتك، انت قلت غطيت مين بمين؟ قال قطعه من اكس تم تغطيتها بواي، يبقى اكس اللي اتغطى بواي، يعني اكس اهو غطيناه بطبقه من واي. اول حاجه حبايب قلبي ده غطاء كاسودي. ليه يا مستر؟ يا ابني ما انت قلت اللي فوق واي، اللي فوق ده هيعمل ككاسود لانه اقل نشاطا، يبقى انت بتتكلم عن حمايه كاثوديه. يبقى اول حاجه هنحذف حمايه انوديه، حمايه انوديه. لا والله يا مستر دي مش حمايه انوديه، دي حمايه كاثوديه. انت غطيت اكس بقطعه من عنصر واي او بطبقه من واي. طب حمايه كاثوديه بيقول بقى ويحدث اختزال لاكسجين الهواء الرطب ولا يحدث اختزال لايونات العنصر اكس؟ لا طبعا يا جماعه، بيحدث اختزال لايونات او لاكسجين الهواء الرطب. بفكر طلابنا يا جماعه اثناء عمليه التاكل بعد كده لما هيجي يحصل تاكل، اولا اللي هيتاكل هيبقى اكس لان هو هيبقى الانود لما يحصل خدش. طب الاختزال بيحصل فين؟ بيحصل الاختزال يا جماعه لاكسجين الهواء الرطب، وبفكر طلابنا ان عمليه الاختزال يختزل الاكسجين في وجود الرطوبه متحولا الى مجموعات الهيدروكسيد السالبه زي ما اخذناها في صدأ الحديد او اخذناها كمان في خليه الوقود. وبناء عليه يبقى الجمله الوحيده اللي صح هنا ان دي حمايه كاثوديه وبيحدث اختزال لاكسجين الهواء الرطب. اللي بعده، مخلوط من بروميد الصوديوم وبيكربونات الفضه. حلو، يبقى اولا المخلوط عباره عن حاجتين، بروميد صوديوم NaBr وبيكربونات الفضه AgHCO3. يعني دي مساله عينه غير نقيه حبيب قلبي اللي مركز معايا، كتلته 4 جرام، يبقى الاثنين مع بعض عباره عن 4 جرام. المهم تم معايرته باستخدام محلول من نيترات الفضة، كويس قوي، تركيزه 2/10 مولر وحجمه 75 ملي، ممتاز. احسب نسبة بيكربونات الفضة في المحلول علما بأن الـ NA بـ 23 والـ BR بكام؟ بـ 80. خلينا فاكرين، احسب نسبته يعني احسب كتلته. هو عايز يحسب نسبة مين؟ عايز يحسب نسبة ده، يبقى كأن المطلوب بيقول احسب كتلة صاحبه. أول حاجة أو السؤال رقم واحد، هما الاتنين دول لما يتحط لهم نيترات فضة، نيترات فضة هيتفاعل مع مين؟ رد الطالب وقال هيتفاعل مع ده، وهكتب معادلة دلوقتي. فأنا قمت سأله، طب يا بطيختي الجميلة، ليه صاحبنا ده ما يروحش يتفاعل مع بيكربونات الفضة؟ قال لي لا 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 لا، عيب يا مستر، أنت معاك فضة وأنا معايا فضة، وما ينفعش نيترات فضة يتفاعل مع بيكربونات فضة.
أي مركبين يتفقان في أحد الشقين لا يتفاعلان. قلت له أحسنت يا ابني، يبقى تعالى نكتب معادلة. يبقى أول حاجة بسم الله، إحنا كان معانا بروميد صوديوم NaBr، ضفنا له قطرات من نيترات الفضة AgNO3. مين أخد مين حبيبي؟ قال الـ Na أخدت الـ NO3، والـ Ag أخد الـ Br. يلا بالمرة مش مشكلة، هي مسألة بس إحنا برضو بنراجع. يتكون بروميد الفضة رصب أبيض مسفر يصير داكنا عند التعرض للضوء، يذوب ببطء في محلول النشادر. إيش بس المذاكرة لازم تبقى واخدة حقها. يلا سيدي أنت بقى عايز تعمل إيه؟ طب ما أنا يا حبيب قلبي يا زكي، عشان أجيب كتلة ده مش هما الاتنين 4 جرام، لازم أحسب كتلة ده. ليه؟ نفترض، أنا بقول فرضا، إن كتلة ده طلعت 3 جرام أطرحها من الأربعة يبقى ده كان 1، أو كتلة ده طلعت 1.5 أطرحها من الأربعة يبقى ده 2.5. يبقى أنت قصدك تقول إنك عشان تجيب كتلة بيكربونات الفضة لازم تجيب كتلة بروميد الصوديوم. يبقى كأن السؤال بيقول احسب كتلة ده، كتلة ده س جرام. بص بقى اللي اتفاعلت مع قد إيه نيترات فضة، مع محلول نيترات فضة، معانا تركيزه ومعانا حجمه. طب ما تريح دماغك حبيب قلبي، طب ما انت معاك تركيز نيترات الفضة وحجمه، التركيز في الحجم يديك عدد المولات، يبقى اشتغلها عدد مولات اسهل. يبقى عدد مولات AgNO3 المتفاعلة بيساوي التركيز في الحجم باللتر، التركيز 2/10 في الحجم باللتر 75/1000، لان احنا جماعة هنا معنا الحجم بالملي، يبقى دي 75/1000 في 2/10، طلع معايا الناتج 15/1000. حلو قوي. فهنا طلع عدد مولات نيترات فضة اهي 15/1000 مول. بص بقى كأن السؤال اصبح معناه ايه، تعالى لي هنا. يبقى 15/1000 مول من الراجل الطيب ده اللي هو نيترات فضة بيتفاعل مع قد ايه من بروميد صوديوم. هنا س جرام، نطلع نحسب كتلة ده بالجرام. يلا مع بعض، ان ايه ب 23 والبي ار ب 80، اجمع الاثنين على بعض يطلع معاك 103 جرام. الناحية التانية ده مول، اطلع اجيب عدد المولات، طبعا عدد المولات هنا 1 مول. اصبح معنى المسألة اذا كان الواحد مول من نيترات الفضة كان بيتفاعل مع 103 جرام بروميد صوديوم، يبقى ال 15/1000 مول هيتفاعل مع س، تضرب طرفين في وسطين تجيب كتلة ان اي بي ار. وعليه فإن كتلة NaBr اللي هو بروميد الصوديوم اللي كان موجود في العينة بتساوي 103 في 15/1000 على 1. وقمت ماسك الآلة الحاسبة وهبدأ أحسب. يبقى هنا 103 في 15/1000 على 1، طلع الناتج معايا 1545/1000 جرام. انتظر حبيبي، دي كتلة مين؟ كتلة بروميد الصوديوم. يبقى الرجل الطيب ده 1545، طب ما هي العينة كلها كانت 4 جرام. خش على اللي بعده. اذا كتلة بيكربونات الفضة بتساوي 4 ناقص 1545/1000. هتطرح الرقم ده من 4، يبقى هو طرحته من 4، طلع معايا الناتج 2455/1000 جرام. برافو عليك حبيبي، كل هدوء اهو. طب ما انت كده خلاص جبت كتلة بيكربونات الفضة. اخر خطوة بقى، يبقى نسبة بيكربونات الفضة اللي هو عايزها، يبقى نسبته بتساوي ايه حبيب قلبي؟ كتلته على الكتلة الكلية في 100، كتلته 2455/1000، لسه حاسبينها. على كتلة العينة الكلية كانت 4 جرام اضرب في 100 ونشوف الناتج على الآلة الحاسبة هيطلع كام. يبقى الرقم ده قسمناه على 4 وقمنا ضربين في 100، طلع عندنا الناتج بيساوي 61.375%. بس كده يا شباب. للناس يا جماعة اللي بتشتكي دايما من المسائل وتقولك اصل الموضوع صعب، لا حبيب قلبي مش صعب ولا حاجة، الموضوع سهل وبسيط، عايز بس تركيز واحدة واحدة. يبقى انت كتبت معادلة موزونة، من المعادلة الموزونة عملت نسبة وتناسب بين نيترات فضة وبروميد صوديوم، فطلعت كتلة بروميد الصوديوم المتفاعلة عندك بتساوي 1545/1000 جرام. لما يكون ده 1545/1000 جرام، يبقى بيكربونات الفضة 4 ناقص 1545 طلعت 2455. أقسم كتلة بيكربونات الفضة على الكتلة الكلية واضرب في 100،
تطلع النسبة المئوية 61.375 من ألف في المية. اللي بعده، ثلاث مركبات X و Y و Z، حلو قوي، تم التمييز بينهم باستخدام أحد المركبات غير العضوية اسمه B، حلو. فكانت النتائج كالتالي: X يكون لون بنفسجي. أوب ستوب، في المنهج كله ما حدش بيكون عندك لون بنفسجي. أولا المركب غير العضو ده كان NaOH، غلط. أمال كان مين؟ كان FeCl3. ليه بقى؟ لأن البنفسجي دي بيتكون مع مين؟ أنت قلت تضاف لمواد عضوية، يبقى صاحبنا ده كان فينول، لأن حبيبي اللي مذاكر عارف إن الفينول مع كلوريد الحديد 3 بيدينا لون بنفسجي لتكون فينات الحديد 3. مع واي تكون راسب بني محمر، يبقى واي ده يا جماعة كان سيو سيانات الأمونيوم، ولا كان مين؟ لا، ده كان هيدروكسيد الصوديوم، لأن حبيبي اللي مذاكر عارف إن هيدروكسيد الصوديوم مع كلوريد حديد 3 بيدي هيدروكسيد حديد 3. كمل. زد تكون محلول أحمر دموي، بس كلوريد حديد 3 مع حاجة كان اسمها سايوسيانات الأمونيوم، أخدناها في قانون فعل الكتلة، كان بيدينا سايوسيانات الحديد 3 ذات اللون الأحمر الدموي. يبقى أنت كده بكل بساطة قدرت تستنتج مين الثلاث مركبات. أولا يبقى المركب غير العضو اللي اتفاعل كان كلوريد الحديد 3، تحطه على الفينول يدي لون بنفسجي، تحطه على هيدروكسيد صوديوم يديك راسب بني محمر هيدروكسيد حديد 3، تحط عليه سيانات الامونيوم يديك احمر دموي. اي مما يلي صحيح. طب يبقى اكس الفينول، ما هو 6H6 وده فينول، تمام، وزد سيانات الامونيوم تمشي صح. كمل. ب كلوريد الحديد 3، لا يا ب كلوريد الحديد 3، لا تمام، ب كلوريد حديد 3. طب اكس عندك كحول، لا اكس فينول، يبقى دي غلط عشان اكس. طب كمل. بي كلوريد حديد 2، غلط، 3. طب بي كلوريد حديد 3 مظبوط، لكن اكس ده عباره عن استر، لا يا حبيب قلبي، اكس عباره عن فينول، فينول. وبالتالي يبقى الصح عندنا يا جماعه هو الاختيار رقم ا، ان المركب اكس هو الفينول، فينول يتفاعل مع كلوريد حديد 3 يدينا لون بنفسجي، والمركب زد هو سيانات امونيوم، لان احنا واخدين في قانون فعل الكتله أن سيانات الأمونيوم يتفاعل مع كلوريد الحديد 3 معطيا سيانات الحديد 3 ذات اللون الأحمر الدموي، يبقى الاختيار الصح رقم ألف. السؤال اللي بعد كده شباب بيقول لك: في التفاعلين المتزنين التاليين، C زائد O2 يدينا CO2، KC واحد يا جماعة للمعادلة دي جزء بيساوي تركيز CO2 على تركيز O2، طبعا ده مش هيتكتب حبايب قلبي لأن دي مادة صلبة لا تكتب في معادلة ثابت الاتزان. في المعادلة اللي وراها بيقول 2C زائد O2 يدينا 2CO، KC 2 بيساوي تركيز CO مرفوع لأس 2 على تركيز O2، ممتاز جدا. هو بقى عايز قيمة KC3. طب التفاعل الثالث بيقول ايه؟ CO2 زائد C يدينا 2CO، احنا بقى عايزين KC3. هل KC3 اللي هو المعادلة دي بدلالة المعادلتين دول عايزين KC3، هل هتساوي KC2 على KC1 ولا KC1 على KC2 ولا KC1 وKC2، ودي باينة انها بمجرد النظر غلط، هو ايه اللي KC1 و2 ولا واحد على KC1 و2؟ طبعا دول غلط. يبقى هي حاجة من اتنين، يا اما KC2 على KC1 يا اما KC1 على KC2. تعال نجرب. هو الاول بس لو انا سألتك KC للمعادلة دي، انا عايز KC للمعادلة دي، مش سيبك من دول، يعني سيبك من الدلالة، قال لي والله يا مستر انت لو عايز تكتب KC دي هيبقى تركيز CO الناتج مرفوع لأس 2، قلت له احسنت، على تركيز CO2. قلت له طب وده ما كتبش ليه؟ قال لي ده مادة صلبة لا يكتب في معادلة ثابت الاتزان. طب ما تيجي نجرب نقسم KC2 على KC1 وبعد كده KC1 على KC2. يا جماعه اللي بيقول لك انا ايه وما بعرفش احلها، تعال نحلها بالتجربه. KC2 على KC1، يلا KC2 على KC1، يلا بقى لما نشوف الرياضه شغاله ولا لا. KC2 كانت تركيز CO مرفوع لأس 2، ودي فعلا انا عايزها في البسط اهو، انا عايز دي في البسط، سيبها زي ما هي، على تركيز الO2، تمام. قال لي تمام، تعال بقى ننقل التانية، دي تركيز CO2 مرفوع لأس 1 على تركيز O2، لما نشوف الرياضة تمام ولا بعافية. تعال نخلص المقدار ده، ده في البسط زي ما هو، الله ينور يا مستر، لا مستواك في الرياضة اتحسن، شكرا. يبقى هنا تركيز CO مرفوع لأس 2، دي تنزل المقام، هي مقام اهي، ده في المقام زي ما هو تركيز CO2. مستر الرياضة علمني بسط مقام، مقام المقام بسط، قلت له احسنت يا ابني، ادي تركيز O2،
قال لي في النهاية طب ما هو تركيز أوتو ده هيروح مع تركيز أوتو ده، فتقول العلاقة النهائية إلى أن كي سي 2 على كي سي 1 بيساوي تركيز سي أو مرفوع لأس 2 على تركيز سي أو 2. ده اللي احنا كنا عايزين نوصل له هو وعليه، فإن كي سي 3 بتساوي كي سي 2 على كي سي 1 وليس العكس. لأنك لو عكستها يا حبيب قلبي هيطلع عندك تركيز سي أو 2 هو اللي في البسط، وسي أو مرفوع لأس 2 هو اللي في المقام، وبالتالي مش هيطلع كي سي 3، هيطلع 1 على كي سي 3 وبالتالي غلط. يبقى الصح عندنا يا جماعه ان واحد ان هنا كي سي 3 بتساوي كي سي 2 على كي سي 1. اللي بعده، للحصول على الحديد من مركب عضوي غير مشبع، هو قايل لك الكين. طب جميل جدا، تكون الخطوات على الترتيب. تعال نشوف كده واحده واحده، لان انا معلش ما انا لازم اجرب يا جماعه، دي حاجات غريبه اصلا انا اول مره اشوفها. بيقول لك اول حاجه معناها الكين، نعمل له اول حاجه اكسده باير. طب استنى كده تعالى نجرب بالخطوات، وهنا يا جماعه محتاجه لا واحد يصبر شويه بقى، لان للاسف اللي هيتسرع هنا يعني في هي فيها شغل وفيها فكره احنا حبينا بس نعلي عشان ما تقولش المستر جاب لنا ايه اسئله مباشره. ومع ذلك اهو وارد جدا في الامتحان تلاقي سؤال او سؤالين فيهم تفكير عالي كده. بيقول لك اول حاجه اعمل له اكسده باير. طب استناني، مش ده الايسين؟ قال لي اه الكين اهو، الايسين اللي قدامك ده نعمل له اكسده باير، نحط له H2O 2 H2O2 في وجود برمنجانات البوتاسيوم القلوي. حبايب قلب اللي مذاكرين كويس، هنا كانت بتنكسر الرابطه باي ويتكون مركب مشبع ثنائي الهيدروكسيل يعرف باسم ايسيلين جليكول. اصبر لحد الاخر. طب وبعد اكسده باير يا باشمهندس هنعمل ايه؟ تعال نرجع كده. بيقول ثم أكسدة تامة. طب حبايب قلب اللي مذاكرين، مش ده كحول ثنائي الهيدروكسيل؟ قال لي اه، تعال نعمل له أكسدة تامة. طلابنا اللي مذاكرين كويس عارفين ان اي مجموعة كربينول، بص بقى يا جماعة هنا بنختبر الفكرة، اي مجموعة كربينول اولية تتأكسد أكسدة تامة تتحول لكربوكسيل، يبقى المجموعة اللي فوق دي هتتحول ل COOH لان كربينول اولي ودي COOH. اه ايه ده يا حاج؟ قال لي يا مستر ده حمض اوكزاليك. قلت له احسنت، يبقى هنا إيسيلين جليكول أكسدة تامة عشان اللي ما كانش حاضر معانا المراجعة بيدي حمض الأوكزاليك. وبعدين عايز يفعله مع مين؟ ارجع تاني. بعد كده قال لك تفاعل مع الحديد، حاضر. طب ما هو حديد يتفاعل مع حمض الأوكزاليك يدي أوكزالات حديد 2، ازاي يا مستر؟ ما انت عارف يا ابني ان الحديد بيحل محل هيدروجين الحمض، فالحديد هيخش يطرد الاتش دي ويطرد الاتش دي ويخش مكانهم يدي أوكزالات حديد 2. اوكزالات حديد 2 اللي ينحل بالحراره بمعزل عن الهواء. بفكر طلابنا اهو، ارجع للخطوه اللي بعد كده، كاتب ايه هو بعد كده؟ انحلال حراري بمعزل عن الهواء. تمام، فعلا كان بيدي اكسيد حديد 2 واول اكسيد كربون وثاني اكسيد كربون. يا في حاجه تاني بعد كده؟ قال لي بقى في الخطوه الاخيره ثم اختزال اوفر 700. طب ما اكسيد حديد 2 ده يا جماعه يختزل باول اكسيد الكربون اوفر 700 يدينا حديد، وبالتالي يبقى انت حصلت في النهايه من الخطوات دي على حديد. اه تعالى تاني، يبقى ايسين اكسده التفاعل باير ايسيلين جليكول اكسده تامه يدينا حمض اوكزاليك مع الحديد اوكزالات حديد 2 الذي ينحل بالحراره بمعزل عن الهواء يدي اكسيد الحديد 2 اللي هيختزله اوفر 700 يدي حديد. الله ينور عليك يا حاج، الله ينور. وبكده يبقى انت حصلت في النهايه على حديد، يبقى دي بتطلع حديد. تعالى نكمل، اكسده باير ايسيلين جليكول اختزال، اصلا ايسيلين جليكول غير قابل للاختزال، ده قابل للاكسده، ده كحول اولي. اضافه ماء، انا معاك واحده واحده، اضافه ميه للايسين يدي كحول ايسيلي اكسده تم حمض اسيتك، حمض اسيتك مع الحديد اسيتات حديد، غلط مش هيدي حديد. طب هدرجه للايسين بقى ايسان، احلال كلوريد ايسايل تحلل ماء قلوي كحول ايسيلي، كحول ايسيلي يتفاعل مع الحديد، غلط. يعني بص انا لو جربت صح يعني هو ايسين هدرجته بقى ايسان. هل جنب الاحلال حبايب قلب اللي مركزين معايا على السبوره يديني كلوريد ايسايل، تحلل مائي قلوي يدي كحول ايسيلي، كحول ايسيلي اصلا ما بيتفاعلش مع الحديد. شكرا يا فندم، حضرتك بتغلط او بتعك، انا اسف. وبناء عليه يا جماعه يبقى الاختيار الصح عندي اهو، دي الوحيده اللي وصلتني في النهايه الى حديد بخطوات صحيحه. السؤال اللي بعده بيقول لك عند تفاعل الهيدروجين مع النيتروجين، سؤال جميل قوي يا جماعه، في وجود الحديد كعامل حفاز. فانا مسكت قلمي وبدات اكتب معادله موزونه، يبقى ادي نيتروجين، نيتروجين مع هيدروجين في وجود الحديد كعامل حفاز يدينا غاز النشادر. طب ما تستنى اوزن المعادله،
ان 2 خرجت واحدة اضرب في 2، اتش 2 خرجت 6 اضرب هنا في 3. جميل، كمل بقى. لتكوين غاز النشادر وجد عند الاتزان، ماشي، ان تركيز النيتروجين عند الاتزان 4 مولر والهيدروجين 6 مولر والنشادر 5 مولر. طب ما ثواني، يبقى انا من هنا اعرف اجيب كي سي للتفاعل ده ثابت الاتزان لتكوين النشادر. خدوا بالكم اللي جايه دي، يبقى كي سي هيساوي تركيز ان اتش 3 مرفوع لاس 2 على تركيز ان 2 مرفوع لاس 1 في تركيز اتش 2 مرفوع لاس 3. يلا حبيب قلبي نعوض، وقمنا معوضين، استنى بقى ركز معايا، بتساوي يلا تركيز النشادر مرفوع لأس 2، طب النشادر كان بكام يا حاج؟ يبقى 5 تربيع. النيتروجين كان 4 مولر، 4 مرفوع لأس 1. الهيدروجين كان 6 اهي تكعيب. وقمت ماسك الآلة الحاسبة وبدأت اشتغل، يبقى انا عندي في البسط مين يا فندم؟ 5 تربيع. ادي 5 تربيع، انزل تحت في المقام 6 تكعيب في 4، قسمت طلع الناتج عندي بيساوي تقريبا حوالي 28 من 1000. ده كده ثابت الاتزان. طب ايه بقى اللي حصل؟ بس استنى، بيقول لك فان ثابت تفكك مول من النشادر. يا نهار ابيض، ده ما كانش عايز اللي انا عملته ده يا جماعه. اللي انا جبته ده يا جماعه، اللي انا جبته ده ثابت تكون كده، اسمها تكون النشادر، ثابت تكون 2 مول من النشادر. امال انت عايز ايه يا ابني؟ قال لي انا عايز ثابت تفكك مول من النشادر. تعالوا بقى يا جماعه نكتب تفكك مول من النشادر. هو مول من النشادر ان اتش 3، خليك معايا، لو اتفكك يدي ايه؟ قال لي يدينا نيتروجين وهيدروجين، بس استنى مش موزونه، فيها عك هنا. قلت له حاضر بس اصبر عليا. طب ما هنا ان واحده عايزينها واحده، قال لي اضرب هنا في نص. قلت له احسنت. هنا الاتش 3 خرجت 2، قال لي اضرب هنا في 3 على 2. ملاحظه بقى يا جماعه لو حد ما خدش باله، المعادله اللي فوق دي يا جماعه اللي احنا جبنا ثابت اتزانها انا وانت بالراحه، ازاي اصبحت كده؟ قال لي بص يا مستر، بصفتي يعني ما شاء الله متالق شويه في الرياضه، المعادله دي اتعكست اتجاهها واتضربت في نص بالراحه بس. قلت له ازاي يعني اتعكست اتجاهها؟ قال لي يعني النواتج بقت متفاعلات والمتفاعلات بقت نواتج. استنوا بقى حبايبنا اللي مذاكرين، احنا قلنا قبل كده اول ما يتعكس اتجاه معادله نجيب مقلوب كي سي. اذا كان كي سي للمعادله الاصليه كان 28 من 1000، يعني 28 على 1000، يبقى كي سي للمعادله دي 1000 على 28. تاني عشان لو حد مش واخد باله، هو المستر عمل ايه يا ابني؟ انا جبت فوق اشتغلت بالراحه الاول عشان اجيب لك كي سي بتاع التكوين 2 مول من النشادر، بس بعد ما خلصت ما لقيتهوش عايز ثابت اتزان تكوين 2 مول من النشادر، ده عايز ثابت تفكك مول من النشادر. فقمت كاتب لك معادله لتفكك مول من النشادر. معادله المول من النشادر دي تعتبر جت من ده ازاي؟ على خطوتين بعكس اتجاه المعادله، قلب المتفاعلات نواتج والنواتج متفاعلات وضرب في نص. يعكس اتجاه المعادله نجيب كي سي، مقلوب كي سي للمعادله الاولى دي كانت 28 على 1000، يبقى دي 1000 على 28. المعادله اتضربت في نص، يبقى ده يترفع لاس نص، يعني نجيب الجذر التربيعي. يا نهار ابيض، يبقى كي سي للمعادله اللي هو عايزها دي بتساوي الجذر التربيعي ال1000 على 28. قمت ماسك آلة الحاسبه، ادي الجذر التربيعي ل1000 على 28، الجذر التربيعي لألف على 28 على الآلة الحاسبة، قمت دايس يساوي، ما شاء الله طلع الناتج معايا تقريبا 5878 من 1000 بالتقريب. ممتاز، اتفهمت اللعبة يا جماعة؟ يبقى تاني خدوا بالكم من دي، لأن جاب واحد زيها قبل كده في امتحان. هو بص قعد يوهمك، فتلاقي واحد يقول لك ايه، انا والله يا مستر حسبتها مش طالعه 28 من 1000 خالص، مفيش ناتج طالع كده. يا ابني دي اللي انت كاتبها دي الاولى، دي معادله او ثابت اتزان تكوين 2 مول من النشادر. هو مش عايز كده، هو عايز ثابت تفكك مول من النشادر. قمنا عاكسين المعادله وضربناها في نص. طب ما انت لما تعكس المعادله وتضربها في نص تعمل ايه في كي سي اللي فوق؟ واحد، عكست المعادله تاخد مقلوب كي سي. يبقى قاعدتين لازم افكرك بيهم، قاعدتين ماليش دعوه بالمثال ده. واحد، عند عكس اتجاه اي تفاعل ناخد مقلوب كي سي للمعادله الاولى. اتنين، لما تضرب المعادله في اي معامل ترفع كي سي الجديده لاس المعامل، يعني المعادله كلها اتضربت في 2 يبقى كي سي تترفع لاس 2، وهكذا. اللي بعده
ناتج الهيدرة الحفزية لاتنين بيوتاين. نفكر طلابنا السؤال ده جه زيه قبل كده، مس اس بروب بيوت. ادي الرابطة الثلاثية، دي عاملة رابطة واحدة معاها اتش 3، دي كده عاملة الاربع روابط، دي عاملة رابطة واحدة اتش 3. حبايب قلب المحترمين بالراحة، وعشان هقول لك بعد كده قاعدة. ادي اضافة المية، اضافة المية للالكينات زي الايساين اللي فاكر كانت بتتم في وجود H2SO4 40% وكبريتات الزئبقيك، كبريتات الزئبق 2 مسخنة حتى 60 درجة. اللي كان بيحصل حبايب قلبي اول حاجة انك بتكسر الرابطة باي الاولانية. طب جميل، دي كانت ثلاثية بقت ايه؟ بقت ثنائية. ناحية هيروح لها H والتانية هيروح لها OH، ده المركب اللي اتكون عندك. بس ثواني، المركب ده حبايبي بمجرد النظر مركب غير ثابت. يرد طالبنا العزيز ويقول لي عرفت منين انه غير ثابت؟ اقول له لانه كحول غير مشبع. يعني ايه كحول غير مشبع؟ يعني ذرة الكربون المتصلة بالاو اتش عاملة رابطة مزدوجة، دي بيسموها الكحولات غير المشبعة، وقاعدة دي بتكون مركبات غير ثابتة. بيحصل حاجة اسمها اعادة ترتيب. ايه بقى اعادة الترتيب؟ افكر طلابنا ان الاتش اللي مع الاو دي بتخرج، بتكسر من هنا، والرابطة باي دي بتخرج كده. الاتش اللي كانت هنا دي حبايبي اهي اللي كانت هنا دي تيجي على ذرة الكربون دي بس كده، وهنا تنشأ رابطة مزدوجة بين السي والاو. ايه ده بقى يا فندم؟ كيتون. فيتكون عندك اتنين بيوتانون، او اقول بيوتانون على طول. وبالتالي هنا جماعة اتنين بيوتانون ولا واحد بيوتانون ولا بيوتانال ولا بيوتانول؟ طبعا اتنين بيوتانون. طب ما تيجي بقى اقول لك حاجة حلوة هتعجبك قوي في الموضوع ده. ايه هي؟ هيدرة الالكينات كلها. من الاخر يا رجل انا بحبش اضيع لك وقتك، مش اول الكين، اول الكين هيدرة الالكينات، مش اول الكين ايساين هيدرة. اللي مذاكر ده بنص الكتاب كان بيدي ايسانال اللي هو الدهيد، قال لي صح، قلت له خد دي بقى. اي الكين بعد كده، اي الكين ماليش دعوه هو مين، هيديك كيتون. يبقى اي الكين غير الايساين اهو الكين، ماليش دعوه بقى هو مين، غير الايساين تعمل له هيدرة يديك كيتون. يعني حبيب اللي مذاكر، بروباين هيدرة حفزية يدي بروبانون. طب بيوتاين زي كده هيدرة يدي اتنين بيوتانون. طب بنتاين بنتانون، يبقى الالكين الوحيد اللي تعمل له هيدرة يديك الدهيد هو الايساين، كان بيدي اسيتالدهيد اللي هو الايسانال. اما جميع الالكينات بعد كده هتبقى السين اللي ماسكه في الاو متصله موجوده في النص، وبالتالي هيدينا كيتون وليس الدهيد، وبالتالي يبقى الصح عندك اتنين بيوتانول. اللي بعده، عند احتراق مول من الكان اكس، جميل، ومول من الكين واي، يعني معانا الكان والكين، وهديك مثال لهم نفس عدد ذرات الكربون، كلام جميل. فان نسبه بخار الماء الناتج من اكس الى نسبه بخار الماء الناتج من واي اكيد اكبر من الواحد الصحيح. واحد يقول لي ليه؟ معلش يا مستر مع ذكر مثال، اقول لك يا بطيختي الجميله، انت معاك الكان والكين بهما نفس عدد ذرات الكربون، الالكان ده به نسبه اعلى من الهيدروجين. ليه يا حبيب قلبي؟ حضرتك عارف ان الالكانات كانت CnH2n+2 بينما الالكينات CnH2n بس. وبناء عليه مثلا للي عايز يفهم، نفترض انك معاك، لو حبيت تجيبها بمثال اهو، معاك الكان والكين بهما نفس عدد ذرات الكربون. لو انت معاك اتنين كربون وانا معايا اتنين كربون، انا هيكون معايا 6 اتش انا ايسان، وانت هيكون معاك 4 اتش انت ايسين. هو بيتكلم بقى عن كميه بخار الميه، الاتنين لما هيتحرقوا في وجود غاز الاكسجين اهو، هكتب لك المعادله اوزنها، كميه ثاني اكسيد الكربون هي هي، كل واحد معاه 2 سي هيطلع 2 سي او 2 صح اهو، انت معاك 2 سي وانا معايا 2 سي، فاحنا الاثنين هنطلع نفس كميه ثاني اكسيد الكربون. استنى بقى، انت معاك 6 اتش هتطلع 3 مول من بخار الماء عشان يبقى 6 اتش، بينما انا معايا 4 اتش هطلع 2 مول من بخار الماء، وبالتالي نسبه ده الى ده هتكون اكبر من الواحد الصحيح زي ما انا قلت. يبقى تاني، عند احتراق الكان والكين احتراقا تاما وهما الاثنين كان فيهم نفس عدد ذرات الكربون، فان نسبه بخار الماء الناتج بين اكس الى واي هيكون اكبر من الواحد الصحيح زي كده 3 على 2 ب 1.5. اللي بعده، في التفاعل المقابل، تعال يا سيدي، اذا علمت ان ان اي موجب 2 بقى ان اي 0، يعني قدامك كده من المعادله ان اي موجب 2 بيحصل له اختزال، بينما الاي جي هنا بيحصل له عمليه اكسده. حلو، بيقول لك ايه بقى؟
إذا علمت أن الجهود جهد أكسدة النيكل أهي دي عملية أكسدة أهي بيساوي كده، وجهد اختزال أيونات الفضة أهي. طب ثانية واحدة، هو من المعادلة اللي مكتوبة فوق يا حبايب قلبي مين الأنود ومين الكاسود؟ من المعادلة اللي مكتوب، المعادلة دي بتقول إن إي جي حصل له أكسدة يعني هو الأنود، وإن أي حصل له اختزال يعني هو الكاسود. أنا أعرف إن إي إم إف براحتك بقى بتساوي جهد أكسدة الأنود ناقص جهد أكسدة الكاسود، صح كده؟ لو هجيب جهد أكسدة أو جهد اختزال الكاسود ناقص جهد اختزال الأنود. يا عم براحتك، بس ركز في الكلام بس وأنت بتحل. تاني، يبقى إي إم إف بتساوي إيه؟ قال لي والله يا مستر القانون بيقول جهد تأكسد الأنود ناقص جهد تأكسد الكاسود. لو هاخدها جهد تأكسد، قال لي صح. طب تعالى نعوض، هو مين الأنود حبايب قلبي؟ هنا في المعادلة الفضة، فين جهد تأكسد الفضة؟ قال لي لا والله يا مستر، هو هنا مديني جهد أهي، مديني جهد اختزالها. قلت له سهلة يا حبيب قلبي، هو مدينا جهد اختزالها، اعكس الإشارة يبقى جهد تأكسدها، يبقى سالب 8 من 10 فولت. قال لي تمام، ناقص يبقى هنا اي ام اف او قاف دال كاف اهي بتساوي سالب 8 من 10 فولت. طب ناقص جهد تأكسد الانود كام؟ 23 من 100، يبقى ناقص 23 من 100. امسك الآلة الحاسبة ودوس سالب 8 من 10 ناقص 23 من 100، طلع معاك سالب 1.3 من 100 فولت. ما شاء الله عليك، سالب 1.3 من 100. اي ام اف طلع بإشارة مالها؟ قال لي سالبة. يبقى أولا الخلية دي خلية تحليلية، يبقى جلفانية غلط، جلفانية غلط، أدي أول حاجة. طب تبقى دي خلية تحليلية؟ اه تحليلية. اي ام اف بكام؟ سالب 1.3 من 100 صح؟ يبقى الاختيار الصح عندي يا جماعة هو الاختيار رقم ج. يبقى هنا يا جماعة استنتجت من الكلام ده، من المعادلة دي وقيم الجهود، أن الخلية قيمة اي ام اف لها بإشارة سالبة. واحنا قلنا يا جماعة الإشارة السالبة لقاف دال كاف أو اي ام اف تدل على أن الخلية خلية تحليلية تستمد التيار الكهربي من مصدر خارجي. اللي بعده، عند تميؤ ملح كلوريد الأمونيوم أي مما يلي صحيح؟ قبل ما أبص للاختيارات تعالى حبيب قلبي، إن H4Cl ينزل المية يتفك يدينا أيون الأمونيوم الموجب وأيون الكلورايد السالب. المية اللي هو اتحط فيها بتتأين، بتدينا H موجب و OH سالب. يلا حبايبي زي ما تعودنا، ثم بجمع المعادلتين يبقى احنا كان عندنا NH4Cl solid زائد المية H2O liquid بيساوي ان H4 هياخد الـ OH يدينا NH4OH، يتكون هيدروكسيد أمونيوم لأنه قلوي ضعيف، بينما هيظل H موجب وCl سالب على هيئة أيونات لأن ده حمض قوي. فهو بيقول بقى أي مما يلي صحيح عند التميؤ، يتكون الحمض والقاعدة المشتق منهما الملح. الكلام ده مش كلام مظبوط، القاعدة هي اللي هتتكون لأنه إلكترولايت ضعيف، بينما الحمض مش هيتكون لأنه حمض قوي فيظل على هيئة أيونات. تمام، يتأثر اتزان الماء بسبب أيونات الأمونيوم والكلورايد؟ لا، بسبب أيونات الهيدرينيوم أو أيونات الكلورايد بس. لا يتكون الحمض والقاعدة؟ غلط، الحمض بس هو اللي مش هيتكون، القاعدة اتكونت. يتأثر اتزان الماء بسبب أيون الهيدرينيوم فقط؟ طبعا يا جماعة. أفكرك بقى، كنا احنا حتى في الكلام بنقول ايه؟ في الكلام النظري كنا بنقول ان لما المية اتأينت كان الـ H والـ OH قد بعض، فالـ OH اتسحب، مين اللي فضل هنا عمال يتراكم؟ H موجب موجود في المحلول. فكنا بنقول فيتأين المزيد من الماء لتعويض النقص في الـ OH مما يؤدي لتراكم الـ H. ما هو تراكم الـ H اهو، يبقى اللي بيعمل خلل في الاتزان يا جماعة بسبب تراكم أيونات الهيدرينيوم في المحلول فقط، وبالتالي يبقى الاختيار الصح عندك رقم دال. اللي بعده، عنصر من العناصر الممثلة له حالتي تأكسد، موجب 2 وموجب 4، ده عنصر ممثل جميل، يدخل في صناعة مركب السيارة. بس يبقى الراجل ده بيتكلم عن عنصر الرصاص، وفعلا الرصاص فيه منه موجب 2 وموجب 4، جميل. يكون مع أحد العناصر الانتقالية، لما بيجي مع عنصر انتقالي بيكون سبيكة بينية؟ لا ما خدناهاش دي في المنهج. طب بين فلزية؟ صح. ده فين دي يا جماعة؟ نعم، سبيكة الذهب رصاص يا جماعة، يكون الذهب مع الرصاص سبيكة بين فلزية لا تخضع لقواعد التكافؤ، كان صيغتها الكيميائية Au2PP، ده اللي احنا أخدناه. طبعا استبدالية لا، بينية أو استبدالية مش مظبوط، وإنما هي بين فلزية. اللي بعده،
ايه استر، ايه استر، بيقولك ان ايه ده احد الاسترات. عند تحلل، عند تحلله الحامضي يتكون مركبين سي وبي، يبقى انت كان عندك ده استر، ايه ده استر، سي وبي بقى دول مالهم؟ يبقى واحد فيهم كحول والتاني حمض. المهم بي اروماتي، اروماتي لا يتاثر باف اي سي ال 3. يبقى بي ده ممكن يبقى حمض زي حمض البنزويك، ما هو قال لك اروماتي ولا يتاثر باف اي سي ال 3 يعني مش فينول. طب الثاني اروماتي هو كمان ولا يتفاعل مع اتش سي ال، بس هو قال اروماتي يبقى فينول، يبقى ده حمض بنزويك، ينفع يكون حمض بنزويك وده ينفع يكون فينول، وطبعا دول يتفاعلوا مع بعض يا جماعه يدونا حاجه اسمها استر بنزوات الفينايل. حلو قوي. بس المهم ان هو قال لك ان بي وسي اروماتي، ده اروماتي وده اروماتي. كم مول من الهيدروجين يلزم لتشبع المركب ايه؟ 6. الله الله الله، انت حافظها ولا ايه يا مستر؟ لا يا راجل عيب، ما انت قلت ان بي في الغالب هو اروماتي، سيبك من هو حمض بنزويك ولا غيره، بس اروماتي. طب ما هو كونه اروماتي هنا في 3 روابط باي جوه حلقه البنزين دي، والتاني فينول لانه قال لك لا يتفاعل مع اتش سي ال. طب ما انت كان معاك 3 باي وانا معايا 3 باي، يبقى انت للتشبع محتاج 3 مول من الهيدروجين وانا محتاج كمان 3، يبقى اجمالي مولات الهيدروجين اللازم للتشبع 6 مول من الهيدروجين. اللي بعده ادرس المخطط ثم اجب. تعالى، حاجه سخناها بمعزل عن الهواء ادتنا اكسيد اسود. حلو، بمعزل عن الهواء اكسيد اسود ده اللي هو هنا اكسيد حديد 2. عرفت منين؟ مش يمكن مغناطيسي؟ لا، ما هو يتفاعل مع اتش سي ال مخفف، وطبعا لما يتفاعل مع اتش سي ال مخفف يدينا كلوريد حديد 2 وميه. طب مين اللي هنحل يدي اكسيد حديد 2؟ السيدرايت ده اللي كان عندنا اللي هو كربونات حديد 2. تعال نشوف الاختيارات. ينفع ايه يكون كربونات حديد 2؟ ينفع ينحل يدي اكسيد حديد 2؟ ينفع يتفاعل مع اتش سي ال يدي كلوريد 2؟ صح. اللي بعده، ينفع ايه يكون كبريتات حديد 2؟ اولها لا. ليه؟ لان احنا واخدين ان كبريتات حديد 2 ينحل بالحراره يدي اكسيد 3، اكسيد 3 احمر مش اسود، دي طارت. كربونات حديد 2 صح. ينحل بمعزل عن الهواء يدي اكسيد حديد 3؟ لا يا راجل، يدي اكسيد 2، وبعدين اكسيد 3 احمر مش اسود، يبقى دي كمان غلط. كبريتات حديد 2 غلط. يبقى الوحيده اللي تنفع يا جماعه ان الماده رقم ايه؟ هي السيدرايت، ينحل بالحراره الى اكسيد حديد 2 الذي يتفاعل مع اتش سي ال مخفف معطيا كلوريد حديد 2 وميه. يبقى الاختيار الادق هو ا. اللي بعده، املاح لكتيون الرصاص لا تذوب في الماء. حلو، يعني هو بيتكلم عن رواسب، رواسب لكتيون الرصاص تم الكشف عنهم باستخدام حمض الكبريتيك المركز. حلو قوي. فكانت النتائج كالتالي، يتصاعد غاز كريه الرائحه. احب اقول لك ان الملح ده بتاع الرصاص كان كبريتيد الرصاص. ليه؟ كبريتيد الرصاص مع حمض كبريتيك يتصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين. خش على اللي وراه، بيقول لك الثانيه، يتصاعد غاز يكون سحب بيضاء مع دي. طب ما هو سحب بيضاء ده يبقى كلوريد، يبقى الراسب الثاني كان كلوريد رصاص، يتفاعل مع حمض كبريتيك يدينا غاز اتش سي ال عديم اللون الذي يكون سحب بيضاء مع ساق مبلله بمحلول النشاط. سي لا يحدث تفاعل. احب اقول لك ان الراسب الاخير كان كبريتات رصاص. ايه الثقه دي يا مستر؟ يا ولا، ما هو قال لك انا حطيت عليه حمض كبريتيك فما تفاعلش. ما تفاعلش ليه؟ لان انت كنت كبريتات وانا كبريتات بس كده، وبناء عليه ما تفاعلناش. يبقى ما هو قال لك راسب للرصاص، اصل انا اعرف راسب الرصاص كبريتيد وكلوريد وكبريتات وكربونات، بس الكربونات يتفاعل مع حمض الكبريتيك، يبقى اكيد ده كبريتات رصاص. المهم يلا، فان انيونات املاح A و B و C، احنا متاكدين ان A كبريتيد، A كبريتيد كريه الرائحه، يبقى انت هنا غلط وانت هنا غلط. بهدوء يا جماعه، انا احب الاستبعاد جدا. طب كبريتيد، كبريتيد بي بقى، بي كلوريد ولا كبريتيت؟ كلوريد، لانك قلت غاز يكون سحب. طب والاخير يبقى كبريتات، يبقى الاختيار الصح فعلا حبايب قلبي ان الاولاني كبريتيد والتاني كلوريد والتالت كبريتات، وبناء عليه الاختيار الصح هو الاختيار رقم ب. اللي بعده شباب، يتم الحصول على حمض من ايساين بهيدره ثم اختزال. غلط، هيدره ثم اختزال تديك حل ايسيلي. حبايب قلبي اللي مذاكرين، ايساين هيدره حفزيه، احنا مذاكرين بقى يا جماعه كويس، اللي هو اضافه الماء في وجود حمض الكبريتيك 40%، كبريتات زئبق مسخنه حتى 60 درجه، كان بيدي ايسانال اسيتالدهايد.
يبقى هنا عندك كان بيدي أسيتالدهايد، أسيتالدهايد تختزله يدي كحول إيثيلي، هو مش عايز كحول هو عايز حمض. طب خلاص هيدرة ثم أكسدة. ليه؟ هيدرة يدي أسيتالدهايد، أكسدة برمنجانات بوتاسيوم محمضة أو ثاني كرومات كان بيدي حمض الإيثانويك أو حمض الأسيتيك يعني. طب نكمل، يمكن في حاجة تانية. كمل. هيدرة ثم هدرجة، غلط. طب هيدرة ثم هدرجة، غلط. لا هدرجة ثم هيدرة ولا هيدرة ثم هدرجة. يبقى الصح هيدرة ثم أكسدة. اللي بعده، الجدول التالي يوضح قيم ثوابت التأين لبعض الأحماض. حلو قوي ده. تعال أعلمك حاجة أو أفكرك بحاجة. كلهم أحماض ضعيفة. إيه 2 في 10 أس سالب 10؟ ده ثابت الاتزان كي إيه. حلو قوي. يبقى هو مدينا كي إيه للأحماض دي. يلا يا حاج. بي 2 في 10 أس سالب 5، سي 2 في 10 أس سالب 3، دي 2 في 10 أس سالب 7. أي الأحماض التالية لها أكبر قيمة بي اتش؟ حبيبي الحمض يكون له أكبر بي اتش، يعني أضعف حمض. ليه؟ كل ما الحمض يبقى ضعيف تركيز الـ H يقل، وكل ما تركيز الـ H يقل كل ما الـ pH يزيد. فين أضعف حمض في دول؟ بمجرد النظر أضعف حمض هو إيه؟ واحد قال لي عرفت منين؟ قلت له بص استنى أفكرك بالمعلومة إيه بالنظري. يستدل على قوة الأحماض من KA له. أنت ممكن تعرف قوة الحمض من KA إزاي؟ حيث بأكد أهو تاني، تتناسب قوة الحمض طرديا مع كي اي، يعني كل ما كي اي تزيد يبقى الحمض اكثر قوة. طب انت قلت انا عايز اضعف حمض، يبقى اضعف حمض اقل كي اي. فين اقل كي اي موجودة قدامنا؟ 2 في 10 اس سالب 10، دي في 10 اس سالب 5، دي في 10 اس سالب 3، دي في 10 اس سالب 7. يبقى الحمض الاضعف هو الحمض رقم ايه؟ وكل ما يكون الحمض ضعيف كل ما يكون تركيز الاتش قليل، ولما يكون تركيز الاتش قليل بي اتش تزيد. اللي بعده، في تفاعل متزن كانت طاقة النواتج أكبر من طاقة المتفاعلات. أقف، إيه معنى الكلمة دي؟ طاقة النواتج أكبر من طاقة المتفاعلات، يعني ده تفاعل مصر الحرارة دلتا اتش له موجبة. ده معنى كلمة طاقة النواتج أكبر من طاقة المتفاعلات. فما أثر رفع درجة الحرارة على هذا التفاعل؟ ثانية واحدة، بفرض إن أنا عندي تفاعل افتراضي ماس أهو، هكتبه A زائد B، هنا هيت، ما انت قلت ماس، او اكتب هيت هنا او اكتب دلتا اتش موجبة، يدينا بره A B. ما اثر رفع درجة الحرارة؟ اولا هينشط التفاعل في الاتجاه الطردي. اي تفاعل ماس ينشط في الاتجاه الطردي، يعني يزداد تركيز النواتج. يبقى هنا يقل تركيز النواتج، غلط. لا يؤثر على الاتزان، انت بتهرج. يزداد تركيز المتفاعلات، غلط. طب ما هي كده خلصت، يزداد تركيز النواتج. طب ما هو حبيب قلبي، ولما يزداد تركيز النواتج هيزداد كي سي، ودي قاعدة فعلا مهمة. يبقى اي تفاعل مص للحرارة التسخين يحركه في الاتجاه الطردي هيزود لك تركيز النواتج، ولما تركيز النواتج يزيد كي سي تزيد. ولذلك احنا قلنا تتناسب كي سي للتفاعلات المصة تناسبا طرديا مع دلتا تي، يعني في اي تفاعل مص رفع الحرارة يزود لك كي سي، وخفض الحرارة يقلل لك كي سي. يبقى اولا انت مشيت واحدة واحدة، من الجملة الاولى طاقة النواتج اكبر من طاقة المتفاعلات عرفت ان التفاعل مص. بيسألك هو رفع الحرارة هيعمل عليه ايه؟ والله يا مستر التسخين هيمشي في الاتجاه الطردي، ولما يمشي في الاتجاه الطردي هيزود تركيز النواتج، ولما يزيد تركيز النواتج هيزود كي سي. اللي بعده، أربعة عناصر A و B و C و D تتميز بالصفات التالية. العنصر A ممثل جهد تأين الرابع كبير. أبشر، عرفناه. الرجل ده بيتكلم عن عنصر الألمونيوم. أولا عنصر ممثل فعلا في الدورة الثالثة، ثانيا جهد تأيون الرابع بيكون كبير جدا. ليه حبايب قلبي؟ لان اللي هيوزع الالومنيوم هيلاقي الالومنيوم بيفقد 3 الكترونات بسهوله ويوصل لحاله الاستقرار فيصعب فصل الرابع. العنصر بي عنصر نشط يحل محل هيدروجين الماء، غالبا بيتكلم عن الاسكانديوم، هو اللي عندنا في المنهج. العنصر سي يستخدم في عمل كابلات الكهرباء، الرجل الطيب ده بيتكلم عن عنصر النحاس. بينما العنصر دي يستخدم احد مركباته كعامل مؤكسد قوي، يبقى يا اما احد مركبات المنجنيز يا اما احد مركبات الكروم، لان المنجنيز في منه برمنجانات بوتاسيوم والكروم في ثاني كرومات بوتاسيوم. لصناعه عبوات مشروبات غازيه، بس السبيكه يا جماعه اللي بتعمل منها عبوات المشروبات الغازيه كانت منجنيز مع الومنيوم، يبقى لا هو قصده منجنيز. يبقى هنجيب العنصر دي اللي هو المنجنيز مع عنصر الالومنيوم اللي هو ايه. يبقى ايه مع دي؟ سي مع دي غلط. طب ايه مع بي؟ غلط. طب سي مع بي؟ غلط. طب ايه مع دي؟ هي دي اللي صح، منجنيز مع الومنيوم يستخدم في عمل عبوات المشروبات الغازية. اللي بعده،
خلية كهربية مكونة من عنصران A و B كلاهما ثلاثي التكافؤ. حلو قوي. يبقى اللي بيفقد بيفقد 3 الكترونات واللي بيكتسب بيكتسب 3 الكترونات. المهم كلاهما ثلاثي التكافؤ وملون. خدوا بالكم من الفكره الجايه دي يا جماعه، كلاهما ثلاثي التكافؤ ملون. حلو. وبعد مرور فتره زمنيه لوحظ زياده حده اللون في نصف خليه ايه. التفسير يا شباب حبايب قلبي، عارفين ان اللون بيعتمد على وجود الايونات. معنى زياده حده اللون ان المزيد من ذرات ايه حصل لها اكسده اتحولت لايه موجب 3 زائد 3 الكترونات، فاصبح في زياده من الايونات فزادت حده اللون. وفهمت من الحته دي ان ايه بيحصل له اكسده يبقى ايه هو الانود. ما شاء الله. يبقى معنى كلمه حده زادت حده اللون يعني زادت ايونات هذا العنصر، يعني العنصر ده بيحصل له اكسده. بينما الناحيه الثانيه ايه اللي حصل للحده؟ قلت. وده معناه حبايب قلبي ان ايونات بي موجب 3 اللي كانت في المحلول مسؤوله عن اللون بدأت تكتسب 3 الكترونات ويحصل لها عملية اختزال فتتحول إلى ذرات بي تترسب. ولما قلت الأيونات قل عندك اللون، وبالتالي ده حصل له اختزال يبقى ده الكاسود. طب ما أنت كده عرفت من الخلال، يبقى خد بالك زادت حدة اللون يبقى أنا هنا عندي أكسدة يبقى أنا الأنود. قلت حدة اللون في المحلول بتاعي يبقى أنا بيحصل لأيونات اختزال يبقى أنا الكاسود، وبناء عليه يبقى إيه أنود صح، وتتحرك الإلكترونات من إيه إلى بي مظبوط. الالكترونات من الانود للكاسود. طب بي كاسود صح، وتتحرك الالكترونات من بي لاي. لا دي الغلطه، هي بي كاسود صح. طب اي انود وتتحرك الالكترونات من بي لاي. لا من ال بي. طب بي هو اللي انود، يبقى كل العبارات عبارات خاطئه. اما العباره الوحيده يا جماعه اللي صحيحه ان ايه هو الانود، لانه هو اللي حصل له اكسده وزادت فيه حده اللون وتتحرك الالكترونات من الانود الى الكاسود. اللي بعده سؤال جميل قوي يا جماعه، في فكرتين حبايب قلبي. بيقول لك اذا كانت كميه الكهربيه اللازمه لتصاعد واحد مول من احد الغازات اكس، يبقى الغاز اللي طلع كان اسمه اكس، مالها عند بص عند انود خليه تساوي ضعف كميه الكهربيه اللازمه لترسيب واحد مول من الفضه. افكر طلابي بس يا جماعه، ان انت عشان ترسب واحد مول من ايونات الفضه كده بتحتاج واحد فرادي. واحد قال لي ليه؟ قلت له يا بطيخ لان عنصر الفضه عنصر ثنائي التكافؤ، بس كده عنصر احاد التكافؤ اسف. يبقى انت هنا بتتكلم عن ايونات الفضه يا جماعه يلزم لترسيبها واحد فرادي بس. تاني يا ابني ليه واحد فرادي؟ يا عم مع عنصر احاد التكافؤ هتحتاج انك تدي له واحد مول من الالكترونات يبقى واحد فرادي. بيقول لك بقى كميه الكهرباء دي احتاجنا ضعفها عشان نطلع واحد مول من احد الغازات، يعني في واحد مول من الغازات دي عشان يطلع يحتاج 2 فرادي. طب هل بقى الغاز ده هينفع يكون النيتروجين؟ بس هيطلع فين كمان؟ هيطلع عند الانود. اول حاجه مش هينفع يكون الهيدروجين. اشمعنى؟ لان حبايب قلب المحترمين الهيدروجين ايوناته بتكون موجبه، بيكون اتش موجب. اتش موجب ده يطلع عند الكاسود ينجذب للقطب السالب، ما يروحش عند القطب الموجب ابدا. بس يبقى انا عايز ايه بقى يا جماعه؟ يبقى انا عايز عنصر يحتاج 2 فرادي ويطلع عند الانود. هل هيكون النيتروجين؟ اكسجين كلور. طبعا يا جماعه هيكون الكلور. اشمعنى؟ لان الكلور لا فلز احاد التكافؤ. افكركم كنا بنحسبها ازاي؟ عدد الفرادي اللازم لتصعيد اي غاز، اللي ناسي القانون ده يا جماعه مراجعه اهو، لتصعيد غاز نشط، للي نسي نشط، كان بيساوي عدد مولات جزيئاته في عدد مولات ذراته في عدد مولات الكتروناته اللي هو التكافؤ. فلما هتيجي تطبق على الكلور ده واحد مول جزيء اسمه واحد في عدد مولات الذرات 2 في التكافؤ احادي، واحد في 2 في واحد يطلع 2 فرادي. طب ليه ما ينفعش ده هنا؟ لان اللي هيجرب على الاكسجين هيبقى هو واحد فعدد مولات ذراته 2 فهو ثنائي هيطلع محتاج 4 فرادي. لا انا معايا 2 فرادي بس. بالنسبه لده 1 في 2 في النيتروجين الثلاثي يطلع 6 فرادي، يبقى ده محتاج 6 فرادي، ده 4 فرادي، ده 2 فرادي، يبقى تاني. هي الفكره كلها بس. طب ما هو يا مستر ده 2 فرادي وده 2 فرادي، ايه اللي خلى ده غلط؟ يا بطيختي الجميله بيقول لك عند انود، عند انود يعني عايز حد ينجذب للقطب الموجب، انود الخليه التحليليه. مش ممكن اتش موجب ينجذب لانود الخليه التحليليه، وبالتالي يبقى الاجابه الوحيده المحتمله هو الكلور. وهي دي يا جماعه فكره السؤال، فكرتين.
اولا انك تعرف كميه الكهرباء اللي بترسب واحد مول من الفضل، هي واحد فرادي، هو قال لك ضعفها هيطلع الغاز، يبقى 2 فرادي، كده عرفت ان كميه الكهرباء 2 فرادي. ثانيا تقول لنا مين الغاز اللي عشان يتصاعد عند الانود محتاج 2 فرادي، فكان في احتمالين لان هما دول بس اللي ينفعهم 2 فرادي، هيدروجين او كلور، بس استبعدت الهيدروجين لان ايوناته موجبه، وبالتالي يبقى الاحتمال الوحيد اللي صح هو الكلور، لان الكلور ايوناته بتكون ايونات كلورايد سالبه تتجه نحو الانود، يحصل لها عمليه اكسده فيتصاعد غاز الكلور بمرور كميه كهرباء مقدارها 2 فرادي. السؤال اللي بعد كده شباب بيقول لك ادرس المخطط المقابل ثم اجب. معانا اول حاجه يا جماعه غاز الميثان، عملنا له تسخين ثم تبريد سريع، طلع ناتج، الناتج ده عملنا له بالمره ثلاثيه ادانا ناتج، الناتج ده عملنا له الكلى ادانا ناتج. طب تعالى بقى نبدا من اول، نقول كل مين المين كل المواد دي. طب ما بالراحه يا جماعه، غاز الميثان نعمل له تسخين تسخين بشده ثم تبريد سريع، ده كان بيدينا غاز الايثاين، دي طريقه تحضير غاز الايثاين في الصناعه C2H2. C2H2 بالمرة الثلاثية في أنبوبة نيكل مسخنة للإحمرار كان بيدي بنزين، بنزين نعمل له تفاعل الكلة اللي هو اسمه تفاعل فريدل كرافت، كان بيدينا طولوين حلقة بنزين عليها CH3. سؤال بقى هو بيسأل عن مين؟ فإن الصيغة الجزيئية للمركب دي سهلة خالص، C6H5CH3 طولوين، C6H6 غلط، C2H4 تهريج، C6H12 غلط، وبالتالي يبقى الصح يا جماعة احنا عندنا مركب رقم دي هو الطولوين C6H5CH3. اللي بعده، عنصر X من عناصر السلسلة الأولى له أكبر عزم مغناطيسي. حبايب قلبي الجمال، عارفين ان أكتر عنصر ليه عزم مغناطيسي هو عنصر الكروم، ليه باش مهندس؟ كان أكبر عدد إلكترونات مفردة، باش مهندس توزيعه أرجون 18 4S1 3D5، كان معاه 6 مفردين. يبقى لما قال لي اولا لحد كلمه له اكبر عزم مغناطيسي عرفت ان ده كروم، فان التوزيع الالكتروني لايون العنصر ده موجب 3، يبقى هو عايز كروم موجب 3. سهل، خرج 3 الكترونات، هخرج واحد من الاس واثنين من الدي، فيصبح الدي عندك في 3 الكترونات، يبقى التوزيع الالكتروني لايون الكروم 3 هو ارجون 18 3D3. من الجزء الاول عرفت ان العنصر هو الكروم، عايز كروم 3، هتخرج الكترون من S واثنين من D، يطلع عندك أرجون 3D3. اللي بعده، عند تخفيف محلول قلوي قوي مع ثبوت درجة الحرارة، فإن أفكر طلابنا تاني، قلوي قوي على سبيل المثال الشرح هو جماعة زي NaOH، قوي يعني تم التأين، Na موجب OH سالب. نقول بالراحة إيه اللي يحصل لما تحط مية تيجي تخفف قلوي قوي؟ واحد، عدد ايونات OH ثابت، مفيش ايونات تانية بتظهر لان هو اصلا كان تم التأين من الخطوة الاولى. خدوا بالكم بقى من دي يا جماعة، تركيز ايونات الـ OH بيقل. هنا يا جماعة دي نقطة من النقط اللي كانت بتلخبط طلاب كتير قوي، يقولك هو ازاي عدد الايونات ثابت والتركيز بيقل؟ لان حبيب قلب الجميل تركيز ايونات OH ده عبارة عن عدد مولات OH على الحجم باللتر. اللي حصل تركيز اي حد بيساوي عدد مولات المذاب على حجم المحلول باللتر. طب ما انت قلت ان البسط ده بطيختي ثابت، وانت بتحط مية الحجم ده عمال يزيد، يبقى بتاع الرياضة البسط ثابت والمقام عمال يزيد، يبقى الناتج هنا عندك اللي هيحصل له هيقل، لان في علاقة عكسية بين ده بين تركيز OH والحجم، يبقى هنا تركيز OH هيقل، وبالتالي يا جماعة BH له تقل. الراجل ده BH بتاعته كانت قريبة من 14، كل ما هتحط مية تركيز OH هيقل، وكل ما تركيز OH هيقل BH هتقل وBOH هتزيد. يبقى هنا بيقولك يزداد KB، أصلا ده تهريج، ليه؟ لأن أي K ثابتة بثبوت درجة الحرارة، فأنا أول ما شفت دي بص ما فكرتش على طول، طب يقل KB، ما تفكرش تكمل، لا يتغير، استنى يا عم شيل كل الكلام ده، لا يتغير كي بي وتقل قيمة بي اتش، ليه؟
لان الراجل في كل مره بيقول لك يا اما يزداد كي بي يا اما يقل كي بي، وطلاب المحترمين عارفين ان كي بي ثابته بثبوت درجه الحراره، يبقى الحاجه الوحيده اللي يحتمل انها ينفع تكون صح لا يتغير كي بي وتقل قيمه بي اتش للمحلول. اللي بعده، التفاعلات الكيميائيه التاليه تتم في الظروف القياسيه لحدوثها. إيسين حطيت له حمض ميه عند 110 يدينا كحول إيسيلي، إضافة الماء للكحولات يا جماعة، كحول إيسيلي أكسدة تامة، يدينا حمض أسيتك كان بيتأكسد على مرحلتين أسيتالدهايد ثم حمض الأسيتك، هو كاتب أكسدة تامة. أنزع منه ميه عند 140 بيتم نزع جزء ميه من 2 كحول حبايب اللي مذاكرين، فيدينا حاجة اسمها إيسير ثنائي الإيسايل أو الإيسير المعتاد. يبقى هنا بيقول لك فإن المجموعة الوظيفية للمركبات A و B و C، المركب ايه يا جماعة؟ المجموعة الوظيفية فيه المركب ايه؟ المجموعة الوظيفية هي مجموعة الهيدروكسيل، والمركب بي المجموعة الوظيفية هي المجموعة الإسرية، والمركب سي المجموعة الوظيفية هي مجموعة الكربوكسيل. يبقى احنا كده عرفنا المجموعات الوظيفية في الثلاثة. يبقى يا جماعة هيدروكسيل إسرية كربوكسيل، يبقى الاختيار الصح هو ألف. تعال نكمل، كربوكسيل هيدروكسيل وعندك إستر غلط. طب كيتون؟ لا، كيتون وامين لا، كيتون وإستر غلط. يبقى الاختيار الصح فعلا هو ألف، مجموعة الهيدروكسيل ومجموعة الإيسير ومجموعة الكربوكسيل. اللي بعده، سمي المركب الآتي. سهلة، واحد المركب اللي قدامك ده من الأحماض، تحدد أطول سلسلة كربونية تبدأ بمجموعة الكربوكسيل، يبقى واحد. اتنين، أقول 3 4 ولا 3 4 5 6؟ لا، قال لي 3 4 5 6. حبايب قلب اللي مركزين هيلاحظوا ان احنا معانا يا جماعه على السلسله في تفرعات ايسايل وميسايل. لما يكون عندنا ايسايل وميسايل هنقول الايسايل الاول لانه اسبق في الابجديه، ايسايل بالاي وميسايل بالام، يبقى 2 ايسايل اهي، الايسايل عند 2 اهي، الميسايل عند 5، 5 ميسايل، واخيرا حمض مين ده يا باشمهندس؟ حمض مس اس بروب بيوت بنت هكس هكسان، واحط المقطع ويك من اسم الالكان باضافه المقطع ويك. يبقى المركب ده 2 ايسايل 5 ميسايل هكسان ويك، يبقى الاختيار الصح عندك رقم د. طب ليه الف غلط؟ الحق بطيخه، حاطط ميسايل قبل ايسايل، الراجل ده جاي يهرج. طبعا ايسايل قبل ميسايل عشان تراعي الابجديه. اللي بعده، ادرس المخطط التالي اللي قدامك. مس اس بروب بيوت كان معانا بيو بيو تاين الكاين، هدرجناه مره ادانا ايه وهدرجناه مره ادانا بي. طب ما خلاص، يبقى كده ايه؟ بيوتين بقى الكين، بينما في المره الثانيه هيبقى بيوتان. ما هو معروفه كده يا جماعه، الكاين تهدرجه يديك الكين، تهدرجه كمان مره يتحول لالكان. عايز ايه بقى الباشمهندس؟ بيقول لك بعد كده للتمييز عمليا بين بيوتين وبيوتان يستخدم ماء البروم الاحمر. صح، ماء البروم الاحمر مع البيوتين هيزول لونه لانه هيتفاعل بالاضافه، هنا يظل كما هو. برمنجانات بوتاسيوم قلويه. صح، لان الالكين هيتاكسد بفعل البرمنجانات ويتكون جليكول عديم اللون بينما هنا لا يتاكسد. جيم عمليه هلجنه، يبقى غلط. يبقى الصح عندنا يا جماعه الف وب معا هيميزوا. ماء البروم الاحمر زي ما انا قلت هيزول لون ماء البروم الاحمر هنا بينما هنا لا، او برمنجانات بوتاسيوم قلويه هنا هيزول لون البرمنجانات حيث انه يقبل الاكسده بينما في بي لا. وبكده يبقى الاختيار الصح د. لديك ثلاث مركبات يتم تحضيرهم كالتالي. هيدره الكينات، طب ما هو هيدره الكينات يدي كحول، اكسده كحول اولي، اكسده كحول اولي يدي حمض عضوي، ما انا مذاكر اهو، هو ما قالش مين. تفاعل A مع B يدي إستر، يا سلام. يبقى احنا كده عرفنا ان A الناتج بتاعها كحول، B الناتج بتاعها حمض، C الناتج بتاعها إستر. عايز ايه بقى؟ رتب المركبات A و B و C حسب درجة الغليان. سهلة، يبقى الأعلى في درجة الغليان B، بعد كده A، بعد كده C، B A C. ايه ده؟ ليه يا مستر؟ أقول تاني يا حبيب المستر، لأن حبيب اللي مذاكر بالنسبة للأحماض العضوية ليه هي الأعلى في درجة الغليان؟ هو سؤال علل يا جماعة، لأن طلابنا المحترمين عارفين يا شباب أن الأحماض الكربوكسيلية تحتوي على مجموعة الكربوكسيل، والتي تمكن لو حد ناسي كل جزء حمض من الارتباط مع الآخر برابطتين هيدروجينيتين.
وعشان كده الحمض هو الأعلى في درجة الغليان. بينما بالنسبة للكحولات حبيب قلبي الجميل، فالكحولات كانت بتحتوي على مجموعة الهيدروكسيل، واللي بتمكن كل جزيء كحول من الارتباط مع الآخر بربطة هيدروجينية واحدة. بينما بالنسبة لسي، سي ده إستر، والإسترات لا تحتوي على مجموعات هيدروكسيل، وبالتالي فهي لا تكون روابط هيدروجينية. سؤال جميل جدا وبيختبر أكتر من معلومة. بيختبر إن البشمهندس عارف ناتج هيدرة الألكين كحول، ناتج أكسدة الكحول الأولي حمض كربوكسيلي، ناتج تفاعل الكحول مع الحمض يدينا إستر. اللي بعده شباب بيقولك أي التفاعلات التالية تفاعل تام لحظي. الأولاني بمجرد النظر أصلا ده تفاعل انعكاسي مش تام، ده تام لحظي، تام لخروج كبريات البريوم على هيئة راسب، لحظي لأنه يتم عن طريق تبادل الأيونات المفككة. اللي بعده ده لو بيتم في إناء مغلق هيكون تام بس مش لحظي، بياخد وقت لأنه بيتم بين جزيئات تساهمية. ده تام بس مش لحظي، وبالتالي يا جماعة الوحيد اللي تم لحظة انه بيتم عن طريق تبادل الايونات المفككة في المحاليل هو الاختيار رقم ب. اللي بعده، في المعادلة الكيميائية التالية للكشف عن احد انيونات مجموعة حمض الكبريتيك المركز، الراجل كلامه واضح، يعني الانيون اللي هنا يا اما كلوريد يا اما بروميد يا اما يوديد يا اما نيترات. المهم اي العبارات صحيحة عن الغاز اكس. يسود ورقة مبللة بخلات الرصاص، مستحيل، لان اللي بيعمل الحركة دي يا جماعة كبريتيد الهيدروجين، وده في مجموعة HCl. طب يكون الغاز اللي طالع ده، ينفع يكون سحب بيضاء مع ورقة مبللة بمحلول النشادر؟ ينفع. طب ينفع يقدر ورقة مبللة بثاني كرومات بوتاسيوم؟ غلط، اللي بيخدر ده ثاني اكسيد الكبريت، وما فيش حد في مجموعة حمض الكبريتيك بيطلع SO2. طب يزرق ورقة مبللة بالنشا؟ ما ينفعش، لان ده لو كان هنا يديد هيطلع HI عديم اللون، لسه هيتأكسد وبعد كده يزرق الورقة. يبقى الصح ان الغاز اللي خارج غالبا هيكون غاز HCl اللي تأثيره مباشرة يكون سحب بيضاء عند التعرض لصاق مبللة بمحلول النشادر. اللي بعده، قطعة من الحديد مرت بإحدى العمليات الفيزيائية فقلت كتلتها. طب مبدئيا يعني عملية فيزيائية قللت الكتلة، حلو. تكسير؟ لا. تلبيد؟ لا. تركيز؟ هي دي. تحميص؟ لا. طب ليه يا مستر، ما هو التحميص هو كمان بيعمل كده. لا يا حبيبي، التحميص ده عمليه كيميائيه، هو قال فيزيائيه. طب ليه التركيز يا جماعه بيقلل كتله قطعه من الحديد؟ لو انت جايب كتله قطعه من الحديد، واحد يقول يا مستر ما هو التكسير بيقلل الكتله. لا يا حبيب قلبي، ما بيقللش الكتله الكليه، يعني انت لو معاك 100 جرام كسرتهم هيدوك 100 جرام برضه. لكن هنا يا حبيب قلبي بيقول لك قلت الكتله، ده معناها ان في جزء من الشوائب انفصل، وده بينفصل في عمليه فيزيائيه اسمها التركيز. ليه؟ لانك لما بتيجي تركز خامات الحديد جزء من الشوائب بينفصل، سواء عن طريق التوتر السطحي او الفصل الكهربي او المغناطيسي، فكتله قطعه الحديد بتقل بسبب انفصال جزء من الشوائب. اللي بعده، عند امرار كميه كهرباء مقدارها 4 فاراداي، جميل، مره 4 فاراداي في محلول ماء الاحد كلوريدات، حلو، فترسب 2 مول من الفلز. ايه ده؟ هو بيقول لك ان ال 4 فاراداي بيرسبوا 2 مول من الفلز ام. قلت له تمام، قلت له خلاص، يبقى الواحد مول بس من الفلز ام بيحتاج 2 فاراداي. طب ودي تفهمك ايه؟ ان الام ده ثنائي التكافؤ. تاني بالراحه، انت قلت ان الاربعة فاراداي رسبوا 2 مول من ام، قلت له تمام، قلت له خلاص، يبقى الواحد ام بس الواحد مول احتاج 2 فاراداي، وده انا استنتج منه ان العنصر ده ثنائي. قال لي خلاص كده فهمت، وعليه فان صيغه كلوريده هتكون MCl2. فكرة سهلة قوي يا جماعة وبسيطة والله، 4 فاراداي رسبوا 2 مول، يبقى الواحد فاراداي، أو آسف، الاتنين فاراداي بيرسبوا 1 مول، 2 فاراداي بيرسبوا 1 مول من حضرتك، يبقى حضرتك ثنائي التكافؤ، يبقى حضرتك لما هتتحد مع الكلور، آدي الإم وآدي الكلور، الإم ثنائي، الاتنين تيجي هنا، والكلور معروف إن هو أحادي. اللي بعده، في تجربة ما لإجراء الكشف عن أحد الأملاح إكس، حلو، عند إضافة حمض الكبريتيك المركز للملح إكس تصاعد غاز بني محمر، بس أقف، يبقى الملح ده كان فيه نيترات، النيترات مع حمض الكبريتيك بيدي بني محمر، وبتخفيف الحمض بقى حمض كبريتيك مخفف، وإضافته إلى محلول الملح إكس تكون رسب أبيض، بس يبقى الملح ده كان فيه كالسيوم، لأن الكالسيوم مع الكبريتات أو مع حمض الكبريتيك المخفف كان بيدي كبريتات كالسيوم رسب أبيض، فإن الملح، طب ما خلاص يا ابني، انت من النص الاول من التجربه عرفنا ان النيترات، والنص الثاني من التجربه عرفنا ان في كالسيوم، يبقى الملح كله على بعضه نيترات كالسيوم، يبقى الاختيار الف. اللي بعده،
A و B استرات. A يستخدم كدهان موضعي زيت المروخ، استر سلسلات ميسايل. B يستخدم في علاج البرد والصداع، ده الأسبرين أسيتايل حمض السلسلك. استنى بس هرسمهم لك يبقوا قدام عينيك عشان ما تقولش المستر يعني ما ساعدنيش. حبيب قلبي اللي مذاكر كويس، ده زيت المروخ، كانت بتبقى دي زي ما هي كده ويطلع فوق عندك CO OCH3 استر سلسلات الميسايل. بينما الأسبرين حبايب قلبي كان أسيتايل حمض السلسلك، مجموعة الكربوكسيل فوق زي ما هي وتحت عندنا OCOCH3 ادي الأسيتايل، ادي الأسبرين وادي زيت المروخ. حلو كده؟ قال لي حلو كده اهو. بيقول بقى يمكن التمييز بين A و B. تعال معايا وركز، وعايزين ناس فاهمة القواعد مش حافظة الأمثلة. بروم مذاب في رابع كلوريد الكربون، يميز ولا ما يميزش؟ يميز. معدها يدي رصب أبيض. ليه يا بطيختي الجميلة؟ لأن زيت المروخ يسلك سلوك الفينول. ليه؟ مع الـ OH بتاعت الفينول اهي. وانت عارف ان الفينول او اي حلقة بنزين عليها OH لما كان بيضاف لها ماء بروم احمر كان بيدي رصب أبيض. اخدناها في الكشف عن الفينول. قال لي صح، برافو مستر. اتنين، ينفع اكشف بكشف الحامضية احط بيكربونات صوديوم؟ صح. ليه؟ ده هيتفاعل عشان معاه مجموعة كربوكسيل فهيعمل فوران ويطلع ثاني اكسيد كربون، وده لا عشان معهوش كربوكسيل. شفت اللعبة سهلة ازاي؟ حلو، يبقى دي كمان تنفع. FeCl3 صح، عن طريق الـ OH دي الراجل الطيب ده هيكون محلول بنفسجي، بينما ده مش هيكون لان معهوش OH. الله، ده يبقى جميع ما سبق. يبقى خد بالك من دي، سؤال جميل جدا يا جماعة وجديد. يبقى للتمييز بين زيت المروخ والأسبرين عندك ثلاث طرق، الثلاثة دول ينفعوا. حط ماء بروم، ده هيكون رصب أبيض وده لأ، هيسلك سلوك الفينول. كشف الحامضية، ده هيتفاعل ويعمل فوران وده لأ عشان ده معاه كربوكسيل وده لأ. وأخيرا FeCl3 ده هيكون محلول بنفسجي وده لأ، وبالتالي يبقى جميع ما سبق يصلح في التمييز بين الإسترين دول. اللي بعده، في التفاعل التالي MnO2 زائد 4HCl equal MnCl2 plus 2H2O plus Cl2، فإن التفاعل الحادث عند أنود الخلية. يا راجل، أولا خلينا نتفق إن عند أنود الخلية يعني هو بيسألنا عن عملية الأكسدة. اشرح لي فين الأكسدة في المعادلة دي. أولا اللي هيبص هنا على Mn، تعال نحسب Mn، هيطلع هنا بموجب 4، خرج هنا بموجب 2. حبيب قلبي دي عملية reduction، ده اختزال. لا مش هي دي، هو بيسأل عن أكسدة. فين اللي اتأكسد؟ أحب أقول لك ان السي ال هنا كان بسالب 1، في جزء منه خرج بسالب 1 بس الجزء ده خرج بصفر. يبقى في 2 سي ال جوه كانوا بسالب 1. واحد يقول لي 4، يا ابني ما الاربعة دول في 2 خرجوا زي ما هم اهو، السي ال هنا بسالب 1، يبقى في 2 سي ال سالب حصل لهم اكسده، خرجوا سي ال 2 زائد 2 الكترون. هي دي عمليه الاكسده اللي حصلت عند الانود. يبقى 2 سي ال سالب اكسده سي ال 2 زائد 2 الكترون. لا، دي عملية اختزال، دي عملية اختزال، وده تهريج بس كده. وبناء عليه يا جماعة يبقى العملية اللي حصلت فعلا عند أنود الخلية هي العملية رقم ألف، أكسدة أيون الكلورايد. اللي بعده، يستخدم محلول كربونات صوديوم للتفرقة بين كل كاتيونات التالية ما عدا، يعني كربونات صوديوم بيميز بين كل اتنين من دول ما عدا واحدة. ينفع يميز بين كاتيون كالسيوم وصوديوم؟ ينفع يميز. ليه يا حمادة؟ هي بابا مع الكالسيوم هيدي كربونات كالسيوم راسب، ومع الصوديوم مش هيحصل حاجة، هيفضل دايب في المية، يبقى واحد اترسب وواحد داب. هنا ينفع؟ لان مع المغنيسيوم هيدي كربونات مغنيسيوم راسب اهو، ومع الامونيوم هيديني كربونات امونيوم بيدوب في المية اهو، واحد اترسب والتاني لا، وبالتالي يميز. هنا يميز، يميز بين رصاص وبوتاسيوم صح، لان مع الرصاص يدي كربونات الرصاص راسب اهو، بينما مع البوتاسيوم هيدي كربونات بوتاسيوم بيدوب في المي. ايه ده مستر، ما هو بيميز اهو على طول. لا يا حبيب قلبي، مش هينفع يميز بين الاتنين دول. ليه بقى؟ لان مع المغنيسيوم هيدي كربونات مغنيسيوم راسب ابيض، ومع الكالسيوم هيدي كربونات كالسيوم راسب ابيض، نفس الناتج حبيب قلبي، وبالتالي هنا مميز. يبقى هو ميز بين كل دول، يبقى يصلح كربونات الصوديوم في التمييز بين كل زوجين ما عدا الزوج اللي في رقم د، لانه في الحالتين هيكون راسب لونه ابيض.
اللي بعده، عند التحليل التحلل الماء الحامضي لأحد أيزومرات المركب ده، فإن الكحول الأقل في درجة الغليان هو رائد. طب ما تيجي نتفق على حاجة حبيب قلبي. إيه هي؟ إن اللي قدامك ده إستر، بص إستر به 5 ذرات كربون. هنا يا جماعة تعالى نتكلم بالراحة عشان لو حد وقع منه حاجة في الحتة دي. إيه هي؟ اللي قدام حضرتك ده حبيب قلبي CnH2NO2، فرد بطيختي الجميلة وقال لي ده يا إما حمض يا إما إستر. قلت له لا ده إستر. ليه مش حمض؟ لأنه قال لك هيحصل له تحلل حامضي، مفيش حاجة اسمها حمض يحصل له تحلل حامضي، إحنا هنهرج الإسترات. فبيقول لك إيه بقى؟ فإن الكحول الأقل في درجة الغليان اللي ممكن ينتج من تحلل ده هو مين؟ طب أنا أقول لك على حاجة بس عشان بس اللي ما كانش معانا يا جماعة. إيه بقى إستر به 5 ذرات كربون؟ طب ما هو الإستر اللي فيه 5 ذرات كربون ده عبارة عن حاجتين، حمض وكحول. بص اللعبة دي زي ما علمتها لكم قبل كده. طب انت عايز كحول وحمض يكونوا استر فيه 5 كربون. طب ما انا ممكن اجيب لك حمض فيه 4 ذرات كربون مع كحول فيه 1 كربون يديك استر فيه 5، او حمض فيه 3 كربون مع كحول فيه 2، او حمض فيه 2 كربون مع كحول فيه 3، او حمض فيه 1 كربون مع كحول فيه 4. انت عايز انهي كحول؟ الكحول الاقل في درجه الغليان. طب ما هو ابسط حاجه ممكن تتجاب انك تجيب حمض فيه 4 كربون مع كحول فيه 1 اللي هو كحول ميثيلي وهو الاقل في درجه الغليان. بس كده. يبقى فان الكحول الاقل في درجه الغليان اللي ممكن ينشا من التحلل كحول ميثيلي. واحد قال لي طب معلش يا مستر ممكن تجيب لنا اسم الاستر اللي كان فيه كحول ميثيلي؟ اه. عايزين حمض فيه 4 كربون؟ سهله، مس اس بروب بيوت، حمض بيوتانويك. يدينا ايه بقى ده؟ اهو يبقى الاستر اللي كان مكتوب اصلا قبل ما يتحلل اهو CH3CH2CH2COO واخيرا CH3. تحب تسمع اسم الاستر كان ايه؟ قال لي اه مس اس بروب بيوت اهي، يبقى كان استر بيوتانوات ميثايل، حصل له تحلل مائي حامضي، ادانا كحول ميثيلي وحمض بيوتانويك. هو بيسال فان اقل كحول ممكن يطلع ويكون ليه اقل درجه غليان اهو هيبقى عندك هو الكحول الميثيلي. اللي بعده، عند تفاعل 1 مول من الايسين مع وفره من الكلور، فإن عدد مولات الكلور اللازمة للحصول على أيزومر مركب يستخدم في التنظيف الجاف. السؤال ده فوق الرائع بحبتين ثلاثة. تعال بالراحة، خلينا نتفق طلابنا المحترمين إن غاز الإيسين لما يتفاعل مع الكلور أول مرة دي هالجانب الإضافة لأنه غير مشبع، فدي كان معاها اتش ودي كان معاها اتش. قال لي حصل، ودي كان معاها اتش ودي كان معاها اتش، الاثنين سي ال، واحده هتيجي هنا وواحده هتيجي هنا. حتى هذه اللحظه الراجل الطيب ده تفاعل مع 1 مول من الكلور. بيقول لك ايه بقى؟ احنا عايزين نكمل عشان نطلع ايزومر لمركب يستخدم في عمليات تنظيف الجاف. حبايب قلب اللي مذاكرين عارفين ان المركب اللي كان بيستخدم في تنظيف الجاف هو ده، كان عبارة عن 1 و1 و1 ثلاثي كلور وإيسان، يعني إيسان عليه 3 كلور. طب ما أنت هنا عندك إيسان برضو بس عليه 2 كلور، يبقى أنت محتاج تدخل كمان 1 كلورة يا راجل يا طيب، لأنك لو فعلت الإيسان اللي خرج ده مع 1 مول كمان من الكلور، ما هو لك أنا حط وفرة بقى، بس ده لو اتفاعل مع 1 كمان مول إيه اللي هيحصل؟ هتبدأ السي ال تسحب لك اتش من هنا، حلو قوي، وتخش مكانها سي ال واحدة، وبالتالي يتكون عندك 1 و1 و2 ثلاثي كلورو إيسان اللي هو أيزومر لواحد واحد واحد، ده 1 و1 و2. يبقى هنا محتاج يتفاعل مع كم مول من الكلور؟ 2 مول. بس استنى، المول الأولاني بالإضافة والمول التاني بالإحلال. تاني بالراحة، المول الأولاني اللي اتفاعل معاه بالإضافة إدى 1 و2 ثنائي كلورو إيسان. هو بيقول لك بقى إحنا محتاجين نكمل لحد قد إيه عشان نحصل على مركب يعتبر ايزومر لمركب يستخدم في التنظيف الجاف. اللي كان ايزومر ده كان معاه 3 كلور، تبقى انت عايز تدخل كمان 1 كلور. تفاعل بقى كمان مره مع الكلور بس المره دي هتتم بالاحلال لانه حاليا اصبح مشبع. يبقى هو تفاعل ما هنا مع 1 كلور وهنا كمان مع 1 كلور، يبقى اجمالي عدد مولات الكلور للحصول على ايزومر المركب المستخدم في التنظيف الجاف 2 مول من الكلور. ساعات بقى كان يسال يقول لك طب لو عايز اخليها كلها كلور ومفيش اتش، لا كنت هتحتاج ادي هنا 1 مول
وبعد كده عايز تخرج الاربعه اتش دول هتحتاج 4 Cl2، يبقى اجمالي المولات 5. تاني بالراحه، انا حالل سؤال زي كده في المراجعه بتاعتنا يا جماعه، بيقول فيه او كنت بقول فيه يا شباب، طب لو عايز اخرج الهيدروجين كله سهل، عايز تخرج واحده اتش اهي، الثانيه الثالثه 4، يبقى محتاج 4 مول من الكلور، لان كل مول كلور بيخرج واحده اتش، يبقى هنا 4 وهنا كنت مستخدم 1، يبقى الاجمالي 5. بس هو ما سالش كده، هو قال انا عايز ايزومر المركب المستخدم في التنظيف الجاف، يبقى ادي 1 مول خلاه مشبع، وادي 1 مول خلاه ثلاثي الكلور. اللي بعده، اي العمليات التاليه يمكن الحصول منها على بيوتان؟ هدرجه بيوتين سهله، هدرجه بيوتين يدي بيوتان طبعا. تكسير حراري حفزي للمركب ده، طب يا جماعه التكسير الحراري الحفزي لمركب طويل السلسله ممكن يدي الكان قصير السلسله زي البيوتان، يحصل؟ يحصل. اللي بعده، تقطير جاف لبنتانوات صوديوم، ثواني، مش ده كده يا جماعه ملح فيه 5 كربون؟ CH3CH2CH2CH2COONA. حبايب قلبي المحترمين، عارفين ان التقطير الجاف لاي ملح بيدينا الكان اقل بذره كربون، اهي يا جماعه كمان هكتبها معادله. فين الكان اقل بكربون؟ والله يا مستر ال NaO دي، واحد يقول لك كانت بتاخد سونا، يا اخويا بتاع سونا، سونا ايه يا عم؟ بتاخد ال COONA. حلو قوي، يدينا Na2CO3. وبكده ادي C4H9 تاخد ال H دي، يبقى C4H10 بيوتان. واحنا قلناها قبل كده يا جماعه، التقطير الجاف لاي ملح حمض بيدينا الكان اقل بذره كربون، فهو بنتانوات يتسحب منه حبيب قلبي 1 كربون، يبقى هنا عندك 4، وبالتالي يبقى الصح عندك جميع ما سبق، يبقى كل العمليات السابقه ممكن تطلع لك بيوتان. اللي بعده، يمكن الحصول على الاكسيد الاسود اللي هو اكسيد حديد مغناطيسي، حاضر، Fe3O4. قول يا سيدي من ايه؟ امرار الحديد الساخن على بخار الماء، صح اهي. حديد كان بيتفاعل مع بخار مية عند 500 درجة كان بيدينا ماجنتايت وهيدروجين. نوزن، Fe1 خرجت 3 اضرب في 3، و1 خرجت 4 اضرب في 4، H2 4H2 يبقى 4H2. أكسدة الحديد الثنائي، غلط، أكسدة الأكسيد الحديد 2 تدي أكسيد حديد 3، تدي الأكسيد الأحمر مش الأسود، يبقى دي غلط. أكسدة قطعة حديد ساخنة، طبعا الحديد الساخن هو كمان كان بيتفاعل مع اكسجين الهواء يتأكسد معطيا اكسيد الحديد المغناطيسي، ده احنا واخدينها بالنص دي يا جماعه، يتفاعل الحديد المسخن للاحمرار مع الهواء او بخار الماء معطيا ماجنتايت، وبالتالي الف وجيم معا صحيحتان. اللي بعده، اي مما يلي يحدث عند شحن بطاريه الرصاص؟ تزداد كثافه الحمض، صح. ليه يا جماعه؟ لان احنا واخدين ان كثافه الحمض بتبقى اقل من 1.2 جرام لكل سنتيمتر مكعب، بعد ما الباشمهندس بيتشحن تصبح الكثافه من 1.28 الى 1.3 جرام لكل سنتيمتر مكعب. تعال نكمل، يمكن يكون في حاجه تانية. يقل تركيز الحمض، غلط، بيزيد. يزداد بي اتش، غلط، ده تركيز الحمض بيزيد، يعني تركيز الاتش بيزيد، فالبي اتش تقل والبي او اتش تزيد، هو عكسهم بقى، وبالتالي كل الجمل خاطئة، بينما الجملة الوحيدة اللي صح تزداد كثافة الحمض. السؤال اللي بعد كده شباب، بيقول لك عنصر اكس من السلسلة الانتقالية الأولى، أول ما قال من السلسلة الانتقالية الأولى حبيب قلبي، قمت أنا كاتب أرجون 18 4S2 3D، ده معنى من السلسلة الانتقالية الأولى. عدد الإلكترونات المفردة فيه يساوي رتبة السلسلة التي يقع فيها أحد العناصر غير الانتقالية ويدخل في صناعة البطاريات القابلة للشحن. ثواني بس، العناصر عندك كانت غير الانتقالية اللي مذاكر تقع في المجموعة 2B اللي هم كانوا خرسين وكادميوم وزئبق. هو بقى بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن عدد الإلكترونات المفردة في العنصر X المجهول ده بيساوي رتبة السلسلة اللي فيها عنصر غير انتقالي يدخل في صناعة بطارية غير قابلة للشحن. مين في الثلاثة دول كان غير انتقالي يدخل في بطارية غير قابلة للشحن؟ الكادميوم يدخل في عمل بطارية النيكل كادميوم القابلة للشحن. طب ما هو الكادميوم ده شباب موجود في السلسلة الانتقالية الثانية، يبقى السلسلة رتبتها 2. بيقول لك الرقم ده اللي هو 2 هو عدد الإلكترونات المفردة في العنصر ده. بس بص اللفة عاملة ازاي؟ يبقى هو كان عايزك تعرف ان عدد الإلكترونات المفردة في العنصر ده هو نفس رتبة
نفس رتبة السلسلة اللي فيها عنصر غير انتقالي في عمل بطاريات قابلة للشحن. فأنت أول حاجة عرفت إن العنصر اللي بيخش في عمل بطاريات قابلة للشحن كان الكادميوم موجود في السلسلة التانية، يبقى دي هنا في 2 إلكترون، يبقى الراجل ده كان بيتكلم على عنصر التيتانيوم. يا عن لفة، مفيش مشكلة خالص يا جماعة، أهم حاجة تبقى مركز كده وتلاقي الأمور بإذن الله معاك بسيطة وسهلة. طب كده إحنا وصلنا لاسم العنصر، ماله بقى؟ بيقول لك فإن العنصر إكس يروح فين؟ واحد، يدخل أكسيده في مستحضرات الوقاية من الشمس، حصل، ثاني أكسيد التيتانيوم، حيث تعمل دقائقه النانوية على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، يدخل في عمل مغناطيسات فائقة التوصيل يعني الفناديوم، غلط، له حالة تأكسد وحيدة، غلط، التيتانيوم عنده موجب 2 وموجب 3 وموجب 4، جميع مركباته بارا، لا، تيتانيوم موجب 2 بارا وموجب 3 بارا، بس لما بيوصل لتيتانيوم موجب 4 بيكون ضايع، وبالتالي الجملة الوحيدة اللي صح يا جماعة، يدخل أكسيده في صناعة مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس. اللي بعده، A و B أنبوبتين يتصاعد منهما غازين، يتم الكشف عنهم باستخدام ورقة مبللة بمحلول النشا. حبايبي، الغازين اللي بنكشف عنهم بورقة مبللة بمحلول النشا أبخرة البروم وأبخرة اليود، ما احنا مذاكرين. ده كان أبخرة برتقالية حمراء تصفر ورقة النشا، وده بنفسجية تزرق ورقة النشا. يلا، بيقول عند تفاعل محلولي A و B، يعني محلول فيه بروميد ومحلول تاني فيه يوديد مع نيترات الفضة، يتكون راسب، ده احنا حافظينها دي يا جماعة، هنا يتكون راسب أبيض مسفر يصير داكنا عند التعرض للضوء يذوب ببطء في محلول النشادر، وهنا يتكون راسب أصفر لا يذوب في محلول النشادر. يبقى ألوان الرواسب اللي بيكونوها، راسب أبيض وأصفر، لا، أبيض مسفر وأصفر، صح، اسود وبني محمر، غلط، اصفر واصفر، غلط. يبقى الصح عندي يا جماعه راسب ابيض مصفر وراسب اصفر. يبقى من النص الاول من السؤال انت عرفت ان الابخره ابخره بروم ويود، ويبقى الانيونين اللي كونوهم املحي برومايد ويودايد، وبناء عليه لما تحط نيترات فضه على الاثنين يا جماعه هيتكون عندك في واحد راسب ابيض مصفر وفي الثاني راسب اصفر. اللي بعده، للحصول على اكسيد الحديد الثنائي من كلوريد الحديد 3، ما تبصش للاختيارات حبايبي، اللي مذاكرين معايا مخطط الحديد عارفين كويس ان كلوريد حديد الثلاثة يا جماعة كان بيتفاعل مع NOH قلوي، يدينا ليه بقى؟ لان هنا ملح ما بينحلش، يبقى اول حاجة لازم تفاعله مع قلوي، يدينا هيدروكسيد حديد ثلاثة راسب جيلاتيني بني محمر مع NaCl، وزن المعادلة Fe واحدة خرجت واحدة، Cl ثلاثة خرجت واحدة، اضرب هنا في ثلاثة، واحدة Na خرجت ثلاثة اضرب في ثلاثة، بقى معانا هيدروكسيد حديد ثلاثة. طلابنا حبايبنا اللي مذاكرين، هيدروكسيد حديد 3 كان بينحل بالحرارة اوفر 200، اوفر 200، يدي مين يا باشمهندس؟ قال لي والله يا مستر كان بيدي اكسيد الحديد 3 ومية. نوزن معادلتنا، Fe واحدة خرجت 2 اضرب هنا في 2، ال H 3 في 2 ب 6 خرجوا 2 قمت ضارب هنا في 3، بقى معانا اكسيد 3، مش انت عايز اكسيد حديد 2؟ سهلة خالص، يبقى دي اكسيد حديد 3 اللي اتكون عندك، اختزله باول اكسيد الكربون او الهيدروجين عند درجه حراره من 400 ل 700 كان بينزل CO تاخد واحده او يبقى CO2 ويفضل عندك FeO، الFe 2 خرجت واحده اضرب هنا في 2 هتلاقي كل حاجه اتظبطت. يبقى الخطوات، اول حاجه ترسيب اللي هو التفاعل مع قلوي يدي راسب، يبقى اول حاجه ترسيب مش انحلال ولا اختزال لانه لا ينحل ولا يختزل، ترسيب. طب وبعد ما رسبنا انحلال حراري فعلا، وبعد ما انحل بالحرارة اختزلناه بقى ولا اكسدناه؟ لا اختزلناه، عشان ينزل من اكسيد الحديد 3 لاكسيد الحديد 2، وبالتالي يبقى الاختيار الصحيح للخطوات يا جماعة هو ترسيب يدينا هيدروكسيد حديد 3، انحلال حراري يدينا اكسيد حديد 3، اختزال اكسيد حديد 3 عند درجة حرارة من 400 ل 700 يدينا اكسيد الحديد 2 اي اكسيد الحديد الثنائي. السؤال اللي بعد كده حبيب قلبي بيقول لك عند تفاعل كبريتات الامونيوم مع هيدروكسيد الصوديوم، على مهلك عشان هاكد على معلومه هنا مهمه تاني، ادي كبريتات امونيوم حبايب قلبي يتفاعل مع محلول هيدروكسيد صوديوم احلال مزدوج، ال Na تاخد ال SO4 يدينا Na2SO4، اوعى تنسوا دي بقى يا جماعه واكدت عليها اكتر من مره في الشرح، ايه هي؟ ال NH4 بياخد ال OH يدينا هيدروكسيد امونيوم قلوي ضعيف الذي سرعان ما ينحل الميه ويتصاعد غاز النشادر. هنوزن مع بعض دلوقتي، ان ايه واحده خرجت 2 اضرب هنا في 2،
طب ان اتش 4 2 خرجت ان واحده، اضرب هنا في 2. الهيدروجين او سيب الهيدروجين في الاخر نوزنه. طب الاكسجين عندك 2 او خرجت واحده، اضرب هنا في 2 هتلاقي كل حاجه اتظبطت. يبقى مين الغاز المتصاعد؟ غاز النشادر. وهنا يا جماعه ناكد على حاجه، اي ملح امونيوم يتفاعل مع قلوي فان الامونيوم يطرد على هيئه غاز النشادر، وده الشق القاعدي الوحيد في منهجك، بتكلم في منهجك اللي بيطرد على هيئه غاز. يبقى الغاز اللي طالع ده غاز قاعدي، غاز النشادر قاعدي. يعمل ايه فينول فيسالين؟ يحوله لاحمر وردي. يبقى هنا يتصاعد غاز النشادر، وغاز النشادر غاز قاعدي، عند امراره على فينول فيسالين يحوله للون الاحمر الوردي. سؤال رائع جدا. اللي بعده شباب، كحول ثنائي الهيدروكسيل كتلته الموليه 62 جرام لكل مول. بص الهدوء، الكحولات ثنائيه الهيدروكسيل CnH2NO2 او اسف بلس 2O2. كحول ثنائي الهيدروكسيل يا جماعه بيكون عباره عن الكان، شلت منه 2H ودخلت 2OH فتبقى صيغته العامه كده. طب ما استنى، عايزين نجيب مين الكحول ده؟ ده كله ب 62، يلا نعوض يا بطل. السي ب 12، الاتش بواحد، واحد في 2 ب 2 زائد 2 زائد O2، 2 في 16 ب 32. تاني سي ب 12، 12N، اتش بواحد، واحد في 2 ب 2 يبقى 2N زائد 2، 2 O في 16 ب 32، كل ده ب 62. يلا بتاع الرياضه، 12N و2N ب 14N، 32 و2 34، تروح الناحية التانية بإشارة سالبة، يبقى عندك 62 ناقص مين يا فندم؟ ناقص ال 34 يطلع عندك 28. يلا قالتك الحاسبة حبيبي، يبقى 14N بتساوي 28، أقسم الطرفين على 14 طلعت N عندك بتساوي 2. يبقى هنا يا جماعة عدد مولات صاحبنا ده N بتساوي 2، يعني ده كحول ثنائي الهيدروكسيل ومعاه 2 كربون. طب ما خلاص، كربون كربون، OH OH، يبقى هنا H2 هنا H2، ما شاء الله عليك، وصلنا ان الكحول الثنائي الهيدروكسيل ده هو إيثيلين جليكول. ادي اول حاجة جبنا صيغته البنائية والجزيئية. عايز الجزيئية، اجمع اهو C2H6O2، ثم اذكر احد بوليمرات هذا الكحول مع كتابة معادلة التحضير. يا راجل، احد بوليمراته الياف الدكرون، ده احنا واخدينها في المنهج. طب الياف الدكرون دي يا مستر معلش، قال لك اكتب المعادله بقى سهله، كان بتنشا من تفاعل حمض تيرفيسالك مع الايثيلين جليكول، دي بالمره بالتكاثف. ادي حمض التيرفيسالك حلقه بنزين عليها 2 كربوكسيل، هنفعله مع ايثيلين جليكول CH2CH2OHOH. حبايب الحلوين اللي مركز معايا، ده كان بينشا ازاي التفاعل ده؟ الكحول يخرج H والحمض يخرج OH، يبقى كده ماينس H2O مع فقد جزيء بسيط كالماء. المبلمر بقى اللي بيتكون اهو البوليمر يا جماعة، الناحية دي زي ما هي COOH، الناحية التانية COO CH2 CH2 OH، فيتكون بوليمر طويل خامل نسبيا يعرف باسم الياف الدكرون. اللي بعده، خلية كهربية مكونة من ساق من النحاس في أحد أملاحه، أهلا وسهلا، وقطب الهيدروجين القياسي. سهلة، نحاس مع هيدروجين. أولا النحاس لما يتوصل مع الهيدروجين هيبقى الهيدروجين أنود والنحاس كاسود، لأن معروف أن النحاس يلي الهيدروجين في المتسلسلة. كمل، بيقول إيه بقى؟ فإذا تم استبدال نصف خلية النحاس بنصف خلية مغنيسيوم. حلوة دي، استنى بس، لما كان الهيدروجين مع النحاس كان الهيدروجين أنود والنحاس كاسود، لكن لما هتوصل الهيدروجين مع المغنيسيوم هيبقى المغنيسيوم هو اللي انود والهيدروجين كاسود. نبدا اول سؤال، بيقول فماذا يحدث عند استبدال نصف خليه النحاس بنصف خليه المغنيسيوم؟ اول حاجه لقيمه اي ام اف تزداد قيمه اي ام اف للخليه، لان بعد المغنيسيوم عن الهيدروجين اكبر من بعد النحاس. ماذا يحدث لقيمه بي اتش؟ حبيب قلبي، هنا المغنيسيوم انود وقطب الهيدروجين كاسود، بفهمها لك بالراحه. ايه طول ما قطب الهيدروجين بيعمل ككاسود يبقى ايونات اتش اللي في المحلول بيحصل لها اختزال تدينا هيدروجين، فيقل تركيز اتش موجب، وكل ما تركيز اتش يقل وتزداد قيمه بي اتش. قلناها مليون مره ونقولها تاني كقاعده، طول ما قطب الهيدروجين القياسي يعمل ككاسود قيمه بي اتش بتاعته تزيد. اتجاه حركه الالكترونات سهله، من قطب المغنيسيوم اللي هو الانود
الى قطب الهيدروجين اللي هو الكاسود، لان احنا متعودين دايما على ان اتجاه حركة الالكترونات من الانود الى الكاسود. اللي بعد كده شباب بيقولك يتفاعل 5 من 100 مول من زيت نباتي مع وفرة من ماء البروم فتزداد كتلته بمقدار 24 جرام. يعني الرجل الطيب ده 5 من 100 مول منه بيتفاعلوا مع 24 جرام من ماء البروم مع عدد الروابط باي. سؤال فكرته جديدة، وانا متأكد ان في طلبة اول مرة تسمع السؤال ده، بس بسيطة يا جماعة. قمت انت قايل ايه؟ اذا كان كل 5 من 100 مول من الزيت بيتفاعلوا مع 24 جرام من ماء البروم، قال لي اه ما هو ده اللي مكتوب فوق. قلت له بس احنا ما بنشتغلش في المعادلة على 5 من 100 مول، بنشتغل على 1 مول. يبقى 1 مول من الزيت بيتفاعل مع 100 جرام من ماء البروم، طرفين في وسطين هنجيب كتلة ماء البروم اللي اتفاعل، 1/24/5 من 100، يبقى كتلة ماء البروم اللي هو Br2 المتفاعل بتساوي 1/24/5 من 100. يلا شباب، قال لي يلا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي 1/24/5 من 100، طلع الناتج عندي بيساوي 480 جرام. طب ما انا عايز اعرف ال 480 جرام دول كم مول، اذا عدد مولات Br2، انا عايز مولات بقى مش كتلة بالجرام، بتساوي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية. كتلة بالجرام عندي 480، طب كتلة المول من Br2 هو حد يقسم على Br، 80 × 2 ب160. الله ينور، 480 × 160 3 مول بس. يبقى كل واحد اللي استنتجناه في النهاية، كل 1 مول من الزيت يتفاعل مع 3 مول من ماء البروم، يبقى عدد الروابط باي 3 روابط باي. ليه يا حبيب قلبي؟ احنا عارفين يا جماعة ان ماء البروم بيروح يكسر الروابط باي، كون حضرتك اتفاعلت مع 3 مول من ماء البروم ده معناها بكل بساطة ان حضرتك كان معاك 3 روابط من النوع باي. اما السؤال الاخير حبيب قلبي في اختبارنا، فبيقولك اضيفت قطرات من محلول قيمة pH له ب3، يعني الراجل الطيب ده محلول حامضي. جميل جدا، pH ب3 يعني انت معاك محلول حامضي، ماله يا فندم؟ الى دليلي عباد الشمس وميثايل برتقال. حلو، كيف يمكنك التعرف على كل دليل؟ مبدئيا يا جماعة عباد الشمس كده يتلون باللون الاحمر، لان انت قلت ان ده محلول pH له ب3 وسط حامضي. طب ما انت كمان عندك ميثايل برتقالي هو كمان اتحط في نفس الوسط وبالتالي يتلون باللون الاحمر. يبقى لحد كده حبايب قلبي احنا ما ميزناش بين الاتنين، لان حضرتك واخد معانا انه لا يستخدم الوسط الحامضي في التمييز بين ميثايل برتقالي وعباد الشمس حيث يتلون كلاهما باللون الاحمر. طب كيف يمكن التعرف على كل دليل؟ يبقى بإضافة وفرة من محلول NaOH، يبقى هتبدأ تحط وفرة من NaOH عشان ده يتحول للون الأزرق، بينما اللي تحت يا جماعة هيتحول للون الأصفر. يبقى الخطوة رقم 1 يا جماعة لم تميز بين الدليلين. طب ليه حبيب قلبي كمان مرة لم تميز الخطوة الأولى بين الدليلين؟ لأن حضرتك يا باش مهندس يا محترم حطيت الاتنين في وسط حامضي فكلاهما يتلون باللون الأحمر. عشان تميز بين الاتنين هتبقى محتاج تحط قطرات من قلوي أو وفرة من قلوي، عشان لما يبقى الوسط قاعدي ده هيتحول عباد الشمس للون الأزرق بينما بيصايل البرتقالي يتحول للون الأصفر، وبالتالي يتم التمييز بين الدليلين. وبكده حبيب قلبي يبقى عملنا لك نموذج محاكاة بسيط للاختبار بإذن الله. أرجو بإذن الله أن يكون الاختبار ده هيساعدكو أو ساعدكو في أنك تفهم أو تاخد بالك من الملاحظات البسيطة اللي احنا قلناها. اللي أنا بأكد عليه تاني يا جماعة، الموضوع في الاختبار بيعتمد بشكل كبير جدا على أن طلابنا المحترمين يكونوا مذاكرين كويس رقم 1، رقم 2 يا جماعة يكونوا هاديين جدا في التعامل مع الأسئلة. خد بالك، اقرأ كل تفصيلة في السؤال، اقرا السؤال كويس، اقرا الاجابات كويس. اوعى حبيب قلبي تتسرع وانت بتقرا فتروح منك كلمه تضيع لك معنى السؤال. وانت بتقرا الاجابات اوعى تلاقي الف صح فما تقراش به وجيم ودال. ركز، وزي ما انا كنت بقول لك حاول قدر الاستطاعه تحل بالاستبعاد، فالحل بالاستبعاد فوق الرائع،
مش بس بيخليك تحل صح، ده انت باذن الله بتكون متاكد انك جاوبت صح، لانك مثلا لما بتستبعد ب و ج، ب انا استبعدتها عشان كذا وج عشان كذا، يبقى الاحتمالات ا وب. طب والله انا شايف ان ا اقرب للصواب عشان كذا. طول ما انت بتحل بالطريقه دي هيكون باذن الله حلك اهدى، وفي نفس الوقت ان شاء الله يا جماعه هيكون عندك يقين من الاجابه الصحيحه. اسال ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ان الاختبار يكون في متناول ايديك، وانك تخرج باذن الله مبسوط من الامتحان، وان ربنا يجبر بخاطركم باذن الله وتخرج مبسوط من الماده دي، ما تشيلش همها خالص باذن الله يا جماعه. ان شاء الله نتمنى لكم دائما التوفيق، ولا تنسونا من صالح دعائكم. اشوفكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.